مساء الخير يا شباب صوت واضح معلش نعم انا بعتذر لكم تأخرت عليكم شويه بس محتاج حد يعرفني الصوت واضح تمام زي كهانم ندي فرصة كده دقيقتين ثلاثة كده الناس تدخل ونبتدي مع بعض بإذن الله زي يا باشمهندس رامي مساء الفل زيك علي مانس مايكل هبتدي دلوقتي ازيكم آه شباب يا تكونوا بخير آه زي ما عملنا البوست على البيج بتاعتنا آه ان شاء الله اللايف بتاع النهارده هنتكلم فيه نورا كاشونس مصطفى آه اللايف بتاع النهارده ان شاء الله هيبقى خاص آه بالساده المهندسين حديث التخرج آه نتيجه ان ان الحياه في الكليه بعد ما نخرج من الكليه بنخرج بنحس ان احنا تايهين مش عارفين ايه المجال اللي انا ممكن اشتغل فيه عموما المقابلات كتير بتيجي مش عارفين ساعتها نروح نعمل ايه نروح الانترفيو ولا لا طب لو رحنا هنعمل ايه الكلام ده كله فان شاء الله في اللايف ده هنحاول على قد ما نقدر نلم الموضوع ده على قد ما نقدر بحيث ان احنا نبقى مستعدين لاي مقابله او اي انترفيو يجي لنا ان شاء الله الكلام بتاعنا هيبقى النهارده جنرالي عن قطاع الانشاءات او كونستراكشن فيلد كونستراكشن فيلد بالخصوص يعني انا دلوقتي اتخرجت من الكليه قبل ما اتخرج من الكليه ده برضو الناس اللي لسه في بكالوريوس او في سنه ثالثه انا بنصحهم ان هم يركزوا على السوفت سكيلز الخاصه بيهم السوفت سكيلز دي يا شباب مهمه جدا جدا ايا كان الـ 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 الشغل اللي انا هشتغله هيكون في انهي في انهي في اي فيلد عموما ايه هي السوفت سكيلز بتاعتي السوفت سكيلز هي اللغه رقم واحد اللغه لازم اللغه اهتم بيها جدا 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 دلوقتي اي اي شغل في الدنيا تمام سواء كان في كونستراكشن فيلد او اي في شغل عموما اللغه ضروريه جدا جدا دلوقتي كل الشغل ماشي بالايميلات كله ماشي بالايميلز ايميل بتبعته ايميل بيجي لك لازم ترد عليه في وقت معين طبعا بنلاقي مهندسين خبره 10 و15 و20 سنه ما بيعرفوش يكتبوا ميلات فطبعا دي بتبقى كارثه تمام فمش معقول ان انا ابقى راجل خبره في الشغل بتاعي وفي نفس الوقت عندي اللغه زيرو، الموضوع ده مش مقبول خالص يعني. فا فاول حاجه لازم اهتم بيها حتى وانا في الدراسه زي يا باشمهندس ان انا اهتم باللغه رقم واحد بخلاف دراستي. يعني انت عادي خالص ممكن تدرس لغه في سواء في سنترز او آه اونلاين حتى وتقوي نفسك فيها وانت وانت بتدرس عادي خالص مش هتاثر عن شغلك. مش هتأثر على شغلك في 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 الكلية يعني تمام طبعا تاني حاجة المايكروسوفت اوفيس المايكروسوفت اوفيس ده اسينشال جدا 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 في أي شغل هتشتغله مايكروسوفت اوفيس سواء كان وورد أو سواء كان مايكروسوفت اكسل أو باوربوينت التلات برامج دول مهمين جدا 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 لازم أهتم بيهم على قد ما أقدر أي ريبورتات أي ريبورتات أنت هتعملها هتعملها على برنامج الوورد اي بريزنتيشن هتقدر هتعوز تعملها ان شاء الله في اي وظيفه تشتغلها محتاج ان انت تبقى عارف باوربوينت. اي شغل هتعمل فيه حسابات اي شغل فيه شغل حسابات والكلام ده كله سواء كان مستخلصات او الكلام ده كله محتاج لازم تكون عارف شغل الاكسل. فانت لازم تهتم بمايكروسوفت اوفيس على قد ما تقدر تمام؟ ده في فتره الكليه. ده في فتره الكليه. لحد سنة ثالثة سنة رابعة يفضل بقى ان انت تاخد كورسات كورسات طبعا ده لو انت ما بتحبش القرايه لو انت مت... لما لكش في السيلف في السيلف ستادي ان انت تقرا وتذاكر بنفسك لازم على الاقل تاخد كورسات في, الم... في المجال اللي انت عايز تشتغل فيه او بمعنى اصح في مشروع التخرج اللي انت ناوي تاخده بمعنى ان انا دلوقتي لو انا مشروع التخرج اللي انا ناوي اخشه في كليه مشروع مشروعي ديستريبيوشن تمام؟ يبقى انا خلاص هحاول اركز اخد كورس كورسز في الـ في الاوتوكاد الاوتوكاد عشان اقدر اعمل درافتنج او ارسم وفي نفس الوقت اخد كورس ديستريبيوشن ديزاين مش لازم اخد الكورس حتى بفلوس ممكن الكورس يكون اونلاين وطبعا المصادر كتير جدا على اليوتيوب يعني. تمام؟ طيب طب انا نويت ان انا اخش مشروع التخرج بتاعي كنترول او بي ال سي خلاص يبقى انا لازم يمكن الاوتوكاد مش هيبقى مهم بالنسبه لي ناخد اخد فيه كورس بس هاخد كورس في البي ال سي او في او في او في في الكلاسيك كنترول طبعا في اماكن كتير جدا قويه زي الدومبوسكو مثلا معهد الدومبوسكو هنا في القاهره ده ممتاز جدا في القصه دي طب انا محتاج بروتكشن خلاص يبقى انا هحاول اخد كورسز في البروتكشن كورسز في الاتاب فانا بحدد الكورسز او الحاجات اللي انا هركز عليها في القصه دي بناء على مشروع التخرج مشروع التخرج اللي انا هعمله في بكالوريوس او في السنه النهائيه. طب انا دلوقتي اتخرجت. مشروع التخرج بتاعي مثلا سي اللي احنا هنتكلم عليه هنتكلم يعني على الكونستراكشن فيلد فانا بالنسبه لي هيبقى جنرالي مشروع التخرج هيبقى ديستريبيوشن طب انا دلوقتي مشروع التخرج بتاعي مش ديستريبيوشن انا مشروع التخرج بتاعي سي مثلا كنترول هل ما ينفعش اشتغل في قطاع الانشاءات؟ لا طبعا عادي جدا اي مشروع التخرج ده حاجه والشغل اللي هشتغله حاجه ثانيه خالص مش لازم ان انا مشروع التخرج بتاعي ميدان بست... ديست... ديست... عشان اشتغل في ديستريبيوشن لازم يكون مشروع ديستريبيوشن لا خالص هي القصه وما فيها ان انت مشروعك لو ديستريبيوشن لو لو جات لك لو انت جات لك فرصه في مجال الكونستراكشن الشغل هيبقى بالنسبه لك فاميليار لان انت اوريدي في مشروع التخرج قعدت سنه بحالها بتدرس التو... التوزيع او الديستريبيوشن فانت فرصه ان انت تلاقي شغل او ان انت تشتغل في مكان وتاخد على الشغل بسرعه تبقى افضل بكتير عن ما ان انت يكون مثلا مشروع التخرج بتاعك بروتكشن او او كنترول او حتى سولر سولار سيستم او الكلام ده كله هيبقى صعب شويه لكن عادي ممكن تشتغل في كونستراكشن فيلد ايا كان مشروع تخرجك ايه. تمام؟ طيب ايه هي بقى الفرص اللي انا ممكن الاقيها بعد ما اتخرج؟ دلوقتي قطاع الانشاءات في ازهى عصوره. في ازهى عصوره. بسبب المشاريع الكبيرة والكتيرة اللي موجودة على مستوى جمهورية مصر العربية كلها مفيش مفيش مدينة أو مفيش حي غير ما في مشروع جديد زي يا باشمهندس ماهر <applause> تمام مفيش م... مفيش حي أو مدينة غير ما يكون فيها مشروعين أو ثلاثة شغالين و... ومعظمهم بيبقى مشاريع لارج سكيل كمان مشاريع كبيرة تمام ف... ف... فدلوقتي الكونستراكشن فيلد في أزهى عصوره وانا توقعي الشخصي ان انا المجال بتاع كونستراكشن على الاقل في من خمس ل10 سنين قدام هيبقى في 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 في, في التطور بتاعه او في ان هو في, في البيك بتاعه تمام؟ طيب انا دلوقتي بعد ما اتخرجت ايه هي بقى الفرص اللي هتجي في كونستراكشن فيلد؟ اكتر فرص هتيجي لحديث التخرج وحط تحتها مليون خط كده ان انت يجي لك شغل كمهندس سيلز مهندس مبيعات دي اكتر وظيفه هتلاقيها بتجيلك ان انت تشغل مهندس سيلز طيب مهندس السيلز ده ايه ايه وظيفته ايه هي وظيفه مهندس السيلز او ايه هي الهدف من شغلانه مهندس السيلز مهندس السيلز هو كل وظيفته اقناع العميل بالمنتج اللي هو بيسوق له اقناع العميل بالمنتج اللي هو بيسوق له بمعنى ان انت وارد جدا انت يجيلك شغل مثلا مهندس مبيعات في شركه بتاعت انظمه تيار خفيف على سبيل المثال يبقى انت ايه هدفك في شغلك في شغل كمهندس سيلز في الشركة دي يبقى انت بتسوق هتسوق للمنتج او لمنتجات الشركة دي تمام وتقنع العميل ان المنتج ده فيه مميزات عن بقية الشركات التانية تمام طبعا السيلز ده بيكون يعني تكنيكالي مش كتير قوي بس لازم طبعا يكون عندك باك جراوند تكنيكالي عن المنتج اللي انت هتسوق له لان انت بكل بساطه لو انت لو انت قعدت مع عميل وانت ما عندكش باك جراوند تكنيكالي عن المنتج اللي انت بتسوق له ممكن يسالك سؤال عن المنتج وانت ما يبقاش عندك اجابه طبعا يبقى انت كده ازاي هتقنعه بمنتج انت اصلا ما تعرفش عنه حاجه أو إن أنت ما تعرفش إيه الخصائص أو الـ أو السبيسيفيكيشنز بتاعة المنتج بتاعه، أو إيه هي المميزات في المنتج اللي أنت اللي أنت بت 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 بتسوق له ده. فأنت لازم بقى يعني عشان كده بيتقال عليها تكنيكال سيلز، تكنيكال سيلز إنجينير. يعني مش مجرد حد بيبيعه وخلاص أو إن أنت بتسوق المنتج وخلاص، لأ ده أنت كمان لازم تكون عارف الفنيات أو التكنيكال الخاصة بالمنتج اللي أنت بتسوق له عشان تقدر تقنع العميل بشراء المنتج ده دوناً عن المنتجات التانية. تمام؟ فطبعاً دي ملكة. دي ملكه او موهبه ربنا بيديها للبني ادم تمام؟ مش كل الناس هيبقى عندها الـ الـ القصه بتاعت الاقناع دي او ان هي تقدر تقنع اللي قدامها بالمنتج او تقنعه بالفكره عموما تمام؟ فمش كل الاشخاص مش كل الاشخاص هتقدر تشتغل في شغلانه السيلز دي انا على سبيل المثال شخصيا انا انا حاولت اشتغل سيلز قبل كده اول ما اتخرجت وفشلت تمام؟ أه بس دي اول وظيفه ودي على فكره هتبقى غالبيه الوظائف او الفرص اللي, هت... اللي هتجيلكوا هتبقى في قصه السيلز تمام؟ طب انا لو جات لي شغلانه سيلز اروح ولا ما طبعا دي هت... ده موضوع في الاول في الاخر يرجع لك. أه انت لو انت في حاجه ماسه للماده لو انت محتاج مرتب تقدر تصرف بيه على نفسك ما, ما عندكش رفاهيه الاختيار اي فرصه تروحها سواء سيلز او غير سيلز تمام؟ آه، تمام دي اول فرص ممكن تجي او اكتر فرص هتجي في القصه دلوقتي اللي هي قصه مهندس سيلز او مهندس المبيعات تمام طيب غير بقى السيلز انجينير ممكن ايه هي الفرص اللي تجيلي ممكن يجي لي شغل في شركه مقاولات طبعا انت بصفتك حديث تخرج او فريش جراديويت انت هتبقى داخل على حاجه اسمها الانتري ليفل الانتري ليفل دي بتاعت الفريش جراديوت دي من الزيرو اكسبيرينس وانت طالع كده لحد ثلاث سنين من خبره من صفر من زيرو اكسبيرينس سنه يعني من يعني من صفر لحد ثلاث سنين خبره دي بيتقال عليها الانتر ليفل الانتر ليفل تمام؟ طيب الانتر ليفل انت لو دخلت في شركه المقاولات ايه هي الفرص اللي انت ممكن لك طبعا للمهند... للساده المهندسين هيجي لهم في الغالب شغل مهندس موقع او سايت انجينير تمام؟ المهندسين والمهندسات ممكن يجي لهم شغل الايه؟ التكنيكال اوفيس او مهندس المكتب الفني. تمام؟ أه طيب انا لو رحت شركة المقاولات لو رحت شركة المقاولات تمام انا الانترفيو هيبقى عامل ازاي؟ الانترفيو هيبقى عامل ازاي؟ طبعا حجم الشركة هيفرق حجم الشركة اللي انت رايح تعمل فيها المقابلة هيفرق هنتكلم على الشركة الصغيرة اللي هي اللي سكيلها صغير والشركات الكبيرة الشركة الصغيرة تمام هتلاقي فيها هو انترفيو واحد بس هتقعد فيه غالبا مع صاحب الشركة غالبا هتقعد مع صاحب الشركة هيتكلم معاك لا مش احمد يا احمد شكرا انا عالن من اسبوع فات. آه... تمام؟ آه... هتلاقيك قاعد مع صاحب الشركه، صاحب الشركه ده بيعمل لك انترفيو اتش آه... ار وتكنيكال. هيسالك اسئله شخصيه. آه... اتخرجت ك... اتكلم عن نفسك ساكن فين؟ آه... معرفش ايه، المرتب اللي انت عايز تاخده كام والكلام ده كله. آه... تمام؟ يخش معاك كمان في التكنيكال. ممكن يخش معاك في التكنيكال ويسالك عادي خالص لان غالبا بيكون صاحب الشركه هو المهندس يعني المهندس هو صاحب الشركه فبيعمل معاك الانترفيو بتاع الاثنين وساعتها الموضوع ده هيبقى فيه عبء عليك لان انت هتلاقي نفسك انت خارج مهندس كهرباء يشغلك كل الشغل الخاص بتاع مهندسين الكهرباء التنفيذ هيخليك تشتغل تنفيذ وهيخليك تشتغل مكتب فني وهيخليك تشتغل يعني كواليتي كنترول هيخليك تشتغل كل حاجه تمام ممكن يخليك يمسكك الحسابات ايا كان تمام طبعا دي لو شركه صغيره دي لو شركه صغيره تمام وارد يحصل معاك كده ممكن يكون شركه صغيره وبرده فيها تخصصات اكتر او فيها هيديك مثلا تخصص من التخصصات اللي احنا اتكلمنا عليها سواء كان سايت انجينير او تكنيكال اوفيس او حتى كواليتي كنترول تمام طيب طب انا بقى لو رحت لشركه كبيره انترفيو في شركه كبيره او هنقول درجه تانية يعني درجه تانية او اولى او كمان الدرجه الكبيره خالص او اكبر اعلى درجه هيبقى عندك اتنين انترفيو انترفيو تكنيكال وانترفيو اتش ار اتش ار انترفيو وتكنيكال انترفيو طيب ايه الفرق بين الاثنين الاثنين انترفيوز دول هتقعد مع الاتش ار تمام الاتش ار ده هي... هيقول لك اتكلم عن نفسك هي... ممكن يقلب لك الانترفيو بدل ما بيكلمك بالعربي يقلبه بالانجلش فعشان كده احنا اتفقنا ان احنا في كليه لازم نعمل لازم نطور اللغه بتاعتنا تمام آه... يشوف بقى هل انت آه... المظهر بتاعك مناسب للشركه هل طريقتك في الكلام كويسه ولا لا؟ هل انت هادي وواثق في نفسك ولا لا؟ لان طبعا ده كل ده سمات شخصيه بتاعتك دي بتفرق في الشغل حتى يعني انت انت مش معنى ان انت شاطر تكنيكال يبقى انت موضوع السوفت سكيلز بقى دي تبقى مهمله لا طبعا تمام كله بيكمل بعضه تمام بعد ما بيقعد معاك الاتش ار ويشوف برضو انت مثلا ساكن فين والمشروع اللي انت مثلا هتروح عليه ده هل قريب منك ولا لا؟ بيدرس الموضوع يشوف انت مناسب للشغل ده ولا لا؟ ده الاتش ار. بعد كده هتعمل تكنيكال انترفيو. تكنيكال انترفيو ده غالبا هتقعد فيها مع رئيس القسم اللي انت هت رئيس القسم اللي انت الوظيفه يعني اللي انت مترشح ليها فيه تمام؟ او رئيسك المباشر اللي هيبقى في, ال... في نفس الشركه اللي هيبقى برده برضو... يعني يا اما رئيسك المباشر يا اما رئيس القسم. تمام؟ هيكلمك في الفنيات. طيب هو دلوقتي احنا زي ما اتفقنا في شركات المقاولات لو انت جالك شغل في الموقع هيجي لك فرصه من ثلاث فرص يا اما مهندس موقع يا اما مهندس مكتب فني يا مه... اما مهندس جوده مهندس المكتب الفني هيسال لو انت داخل على وظيفه مهندس مكتب فني هيسالك في الاوتوكاد يشوفك هل انت بتعرف اوتوكاد ولا لا طبعا ممكن يختبرك على جهاز موجود في الشركه وده قليل قوي ممكن ما يحصلش يا اما يسالك هيقول انت ايه في الاوتوكاد مثلا لو الشركه بتشتغل ببرنامج اسمه الريفت تمام هي ممكن يقول لك انت بتفهم في الريفت او بتعرف في ولا لا تمام بعد كده يخش معاك بقى في الفنيات هيسالك بقى على حاجات في التصميم هيسالك على شغل بتاع التكنيكال اوفيس عموما انت هتعمل ايه كمهندس مكتب فني الكلام ده كله هيدردش معاك يعني تمام لان انت انت هو عارف ان انت فريش جراديويت فمش هيضغط عليك قوي في التكنيكاليتي تمام مش هيضغط عليك جامد يعني تمام طيب لو انا مهندس موقع هيسالك بقى انت ايه الخامات اللي انت بتستخدمها في الموقع انت طب انت تقدر ازاي تحصل الحاجات دي كلها طب ازاي هل تقدر تتابع المخزن ازاي حاجات حاجات خاصه بالموقع نفس القصه مهندس الجوده مهندس كواليتي كنترول مهندس كنترول يعتبر جزء من شغل الموقع طب انا ممكن الوظيفه الجديده دي تكون في الاداره في الاداره في الشركه مش في موقع من المواقع او في مشروع من المشاريع طب ايه هي الوظائف اللي انا ممكن ممكن تجي لي في الاداره ممكن تجي لي ان انا مهندس في قسم البروكيورمنت او قسم التوريدات قسم التوريدات تمام قسم التوريدات ده بيبقى في الاتش كيو تمام ده اللي بيعمل حاجه اسمها الماتيريال سب اللي هو طلب اعتماد الخامات وهو اللي بيتابع الموردين وبيعمل اوامر اوامر الشراء او البرشيز اوردر فطبعا لازم يكون عنده باك جراوند عن المايكروسوفت اوفيس زي ما اتفقنا اللي هو الاكسل بالخصوص يعني ولازم يكون عنده تكني سنه تكنيكال شويه تمام طيب ده لو انا اشتغلت في شركه مقاولات ده لو انا الفرصه اللي جايه لي دي في شركه مقاولات وده اللي هتلاقيه معظم اللي بيجي لكم الفرص اللي ممكن تيجي لي تاني ايه ممكن يجي لي في مكتب استشاري طبعا الفرص هتبقى قليله شويه يعني فرص انت يجي لك شغل لفريش جراديويت في مكتب استشاري ممكن تكون قليله شويه طب انا لو جات لي فرصه في مكتب استشاري ايه هي الوظيفه اللي ممكن ابقى اسايند عليها ممكن ابقى اسايند على مهندس تصميم او مهندس اشراف على التنفيذ، مهندس تصميم ده هيكون في المكتب او في الاداره بتاعة المكتب او مهندس اشراف على التنفيذ ده بيبقى في الموقع تمام؟ مهندس تصميم هيقوم بيه نفس التسك... نفس الشغل اللي انت عملته في طبعا في مشروع التخرج ولكن هيبقى باستفاضه اكتر، هيبقى في استفاضه اكتر. آه... الاشراف على التنفيذ ده هنقول جنرالي هو اللي بيستلم الشغل آه... بتاع شركه المقاولات ان الشغل مت... متنفذ مظبوط وتبقى للاصول الفنيه. تمام؟ يبقى احنا كده اتكلمنا الفرص ممكن تجيلي لي وده في الغالب هيجي لي كمهندس مبيعات او سيلز انجينير ممكن يجيلي فرص في شركه مقاولات في شركات المقاولات وممكن تجيلي لي فرص في المكاتب الاستشاريه. تمام؟ ممكن يجيلي بقى فرص في في الشركات اللي بتخدم على قطاع الانشاءات زي ايه؟ زي مثلا الشركات بتاعت اللي بتصنع اللوحات او اللوحات الكهربائيه البانل بوردز مثلا. شركه مثلا بني او شركه مصنعه للوحات تمام ممكن انت تشتغل فيها او تجيلك فرصه فيها طب ايه هي الفرص اللي ممكن تجيلك في شركه زي شركه تصنيع لوحات ممكن يجي فرصه مهندس سيلز او تكنيكال سيلز انجينير نفس القصه مهندس مبيعات تمام ممكن يجي فرصه مهندس مكتب فني بردو مكتب فني في الشركه الخاصه بتاعه تصنيع اللوحات هو اللي بيعمل بقى الاستديز بتاعه اللوحات بيعمل شورت سيركت كالكوليشنز بيعمل السلكتيفيتي ستادي الشغل ده كله تمام ممكن يجي شغل كواليتي كنترول او قسم جوده ان هو بيتاكد ان اللوحات اتصنعت مظبوط ما فيهاش اي مشكله تمام ده كده لو جات لي شغلانه مثلا في شركه تصنيع لوحات ممكن يجيني شغلانه في شور في شركات ودي برضو ما في شركات المتخصصه في اعمال الطيارة الخفيف ممكن يجي لي شغلانه في شركه مثلا متخصصه في الكاميرات او الانذار او انذار الحريق او الكلام ده كله او الانظمه دي كلها ممكن هيجي لي برضو يا اما سيلز انجينير برضو مهندس مبيعات يا إيه اما يجي لي وظيفه مهندس تركيبات ان انت بقى تنزل السايت وتركب السيستمز دي تمام او مهندس تكنيكال مهندس مكتب فني بس مختص بالماتيريال او بالماتيريال اللي انت في الشركه اللي انت اللي هي بتبيعها لو هي شركه متخصصه في الاعمال الانذار الحريق خلاص يبقى يعني انت هتبقى تكنيكال اوفيس خاص بشغل الانذار بس انا ما بفضلش الشغل في الشركات دي لان انت بتبقى متخصص في جزء صغير من كارير كبير ولكن لو جاتلك لك فرصه لا روح لو انت ما غيرها روح تمام النصايح بقى نصايح امتى روح مقابله وامتى ما اروحش لو انا في حاجه ماسه ودي مش عيب ودي مش عيب ان انا محتاج ماده ومحتاج فلوس ان انا مش محتاج لحق... انا دلوقتي اتخرجت ومش مش عايز اهلي يصرفوا عليا اي مقابله تجيلك ايا كانت الوظيفه روح المقابلات في العموم جنرالي العم... المقابلات هي خبره انت لو رحت انترفيو وانت عارف ان انت بنسبة 99% هتترفض ومش هتتقبل ومش هتتقبل في الشركة دي او في الوظيفة دي، روح. الشغل الانترفيو في حد ذاته خبرة. من كتر الانترفيوز اللي انت هتروحها هتبقى متوقع متوقع الاتش ار او مهندس او مهندس حتى او التكنيكال انترفيو ايه هي الاسئلة اللي هتتسأل لك. هتبقى متوقعها وبالعكس ده انت هيبقى عندك اجابة نموذجية. هتقدر بقى من كتر الانترفيوز اللي انت عملتها هتبقى عارف انت ترد على السؤال ده ازاي بالظبط. تمام؟ طبعا كتر الانترفيوز هتزود ثقتك في نفسك. اول انترفيو او تاني او تالت انترفيو لحد رابع انترفيو هيبقى هتبقى, هتبقى ثقتك في نفسك مهزوزه شويه وده طبيعي. ده طبيعي هتبقى حاسس بالخوف او بال... بعدم الثقه وده طبيعي جدا. يعني انت لو جالك الشعور ده لما يجي اي مقابله لا اعرف ان ده طبيعي لحد اول تلات اربع انترفيوهات. تمام؟ فا انت طبعا كتر الانترفيوز هتزود ثقتك في نفسك. هتزود فرص إن أنت تشتغل، تمام؟ آه زي ما اتفقنا لازم أركز على اللغة، لازم اللغة دي تبقى آه ممتازة، لازم أكون واثق في نفسي، لازم أكون هادي، لازم طبعاً أروح بمظهر آه كويس، تمام؟ لازم ألتزم بمعادي ونحط تحتها مليون خط لو أنت اتفقت على ميعاد معين تروح فيه المقابلة لازم تروح قبل المقابلة على الأقل بربع ساعة، لازم تكون في المكان قبلها بربع ساعة على الأقل. ما تضمنش الطريق يبقى فيه زحمة لا قدر الله يحصل لك ظرف لازم تلتزم بالمعاد اللي انت اتفقت معاه عليه مع الاتش ار لازم ولو لا قدر الله حصل ظرف اعتذر مش عيب يعني حتى لو انت مثلا الظرف اللي حصل ده هيخليك تتأخر على ميعادك اتصل قبل قبل ميعادك واعتذر ان انت في في حاجة حصلت او في ظرف طارئ حصل وهيخليك تتأخر ده ما يقلش منك بالعكس ده هيخلي الاتش ار يحترمك أكتر أكتر من إن أنت تروح متأخر عليه، فهو هياخد عنك فيدباك، هياخد عنك فيدباك أو هياخد عنك رأي كده إن أنت ما بتلتزمش بميعادك، أو إن أنت مش ملتزم في العموم. وده طبعًا حاجة مهمة جدًا جدًا. تمام؟ هل بقى طب أنا لو نجحت تكنيكال وفشلت في الاتش آر، هل كده أنا ممكن أشتغل؟ لأ بنسبة كبيرة لأ. أهمية الانترفيو التكنيكال هي هي أهمية الانترفيو للاتش ار، الاتنين بيكملوا بعض، مش معنى إن أنت تكنيكال قوي بس في الاتش ار ما نجحتش، في الاتش ار انترفيو ما نجحتش إن أنت هتخش الشركة، صعب جدا، صعب جدا لأن هو الاتش ار المفروض بيبص لقدام، بيشوفك أنت هل تبقى مناسب للشركة ولا لأ من الأساس، فالاتنين بيكملوا بعض، واهتمامك بالانترفيو التكنيكال أو الاتش ار المفروض لا يقل عن اهتمامك بالانترفيو التكنيكال. أوكي؟ آه طيب آه دلوقتى اللى عايز يسأل يا شباب انا كده خلصت الدردشة بتاعتى لحد عايز يسأل انا موجود شكرا على وجه باش منس احمد منس احمد حسين اتش ار الانترفيو بتاع الاتش بيكون عباره عن ايه زي ما زي ما انا قلت كده هقول تاني الاتش ار ده هو وظيفته هو هو الاتش ار اختصار للكلمتين هيومن ريسورسز فالاتش ار انترفيو بالموظف او 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 الاتش ار موظف الاتش ده هو وظيفته ان هو يشوف ان انت مناسب للوظيفه دي ولا لا من من حيث ايه من حيث مظهرك هل انت مظهرك مناسب للشركه هل انت لانجويج او اللغه بتاعتك مناسبه للمكان او للوظيفه اللي انت هتشتغل فيها هل مثلا محل سكنك مناسب للمشروع اللي انت هتروح عليه او للشركه اللي انت هتشتغل فيها او المكان اللي انت هتشتغل فيه أه هل انت واثق في نفسك ولا لا سمات شخصيه هو بيعمل زي يعني اناليسز كده لشخصيتك وشوف انت مناسب للشغل في المكان ده ولا لا تمام طبعا زي قصه اللغه اللغه مهمه جدا في قصه الاتش ار لو انت رحت الانترفيو متاخر انت اعرف ان انت بنسبه 90% انت الاتش ار هيسقطك في الاتش ار انترفيو لان انت ما التزمتش بميعادك فانت في الطبيعي يعني انت في الانترفيو في الشركه اللي انت رايح تشتغل فيها وانت عايز تشتغل فيها انت اتاخرت ما بالك بقى لما تشتغل في الشركه هتتاخر ولا لا طبعا تتاخر فبياخد فكره عنك كده ان انت مش ملتزم تمام آه خلي بالك برضو انا عايز اقول حاجه دي للناس كلها مش انت اللي محتاج الشغل بس مش انت بس اللي محتاج الشغل الشركه اللي كلمتك هي محتاجاك زي ما انت محتاجها هي تبادل مصالح انت محتاج الشغل وهما محتاجين حد يشتغل فمتروحش ان انت بقى مكسور وان انت محتاجهم وهما مش محتاجينك لا هو انت محت... هم محتاجينك زي ما انت محتاجهم فانت لازم تبقى في نفسك دام كلموك يبقى انت هم شافوا في السي في بتاعك ده يبقى هم شافوا في السي في بتاعك ده حاجه مميزه بناء عليها كلموك فانت لازم تروح انترفيو وانت واثق في نفسك مش مهزوز طيب نشوف سؤال تاني رأيي في تدريب مكتب مكتب شاكر طبعا مكتب شاكر من اعرق واقوى المكاتب في, في, في الكهرباء او في الامي بي عموما فلا لو قدامك فرصة ان انت تتدرب في مكتب شاكر لا طبعا لا يعني ما تترددش روح طبعا روح طبعا التدريب ده متأخرش يعني ليه مش بيجي ميعاد انترفيو اصلا <applause> ماشي يا سلم هو <applause> في الاول في الاخر برضو يا شباب الشغل هو رزق رزق ربنا كاتبه الوقت المناسب ربنا كاتب لك رزقك في وقت في الوقت المناسب انت ما عليك ان انت تسعى إن أنت تسعى وتدور هتدور إزاي طبعا في 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 مواقع كتير جدا وجروبس على الفيسبوك وصفحات على الفيسبوك هي تخصصها الوظائف الشركات نفسها على البيجز بتاعتها البيجز بتاعتها بتعلن بتاعت الوظائف فأنا أنا بس أهم حاجة إن أنا أجهز سي في محترم وكويس طبعا سي يكون فورمال على قد ما اقدر يكون الكلام المكتوب فيه مكتوب الانجليش بتاعه مظبوط شكل انترفيو مناسب وكويس عشان يجذب الاتش ار ان هو يفتحه ويكلمك طبعا يعني انت دلوقتي الاتش ار لو فتح السي في بتاعك ولقى كلام بالانجليزي كاتبه في السي في بتاعك والكلام الانجليش غلط فيه وانت كاتب في الانجليش بتاعك في الـ في السي في ان انت الانجليش بتاعك اكسلنت يبقى انت كذاب ما انت ازاي الانجليش بتاعك اكسلنت وانت السي في بتاعك مليان اخطاء املائيه فانا لازم اركز في السي في خاصه السي في دي لازم اركز فيها كويس جدا لازم احط فيها التريننج اللي انا خدته او الكورسز اللي انا خدتها أه سواء كانت في اللغه او في التكنيكال او كورسز الاوتوكاد او كورس الريفت كل الكورسات اللي انا اشتغلت فيها او التدريب اللي انا خدته في الكليه لازم احط البرامج اللي انا اعرف اشتغلها زي ما اتفقنا كده الاوتوكاد الريفت الاكسل الوورد او الاوفيس عموما الايتاب الدايالكس طبعا في الاضاءه احط كل السكيلز اللي عندي لازم احطها بس فالسي في برضو مهم جدا انت ممكن يكون السي في بتاعك فيه حاجات مش مظبوطه وبالتالي الاتش ار لما بيفتحوا كده بيقول لا ده مش مناسب للشغل بتاعي فلازم اهتم بقصه السي في ده مهم جدا جدا يا شباب فسلمى ما تقلقيش رزق الجاي رزق الجاي باذن الله بس في الوقت المناسب ايه السبب مهندسه امنيه ايه السبب اننا نبعت الميل والسي في وما يتردش عليها تماما يا باشمهندس ااا آه بصي هو هو في اكتر من احتمال ان انا بناء عليها الاتش ار او الشركه ما كلمتنيش الاختيار الاولاني او او السبب الاولاني ان تكون الشركه خلاص اوريدي اختارت حد للوظيفه دي فبالتالي هي مش محتاجه تكلم حد تاني ده ده اول احتمال الاحتمال التاني ان هم يكونوا فتحوا السي في وشافوا اما فتحوه شافوا السي في مش مناسب للوظيفه اللي انت مقدمه عليها ده ممكن يكون احتمال من الاحتمالات الاحتمال الثالث ان هم اصلا ممكن يكون الشركه نفسها بتعمل سيرفي او بتعمل اه بتعمل سيرفي للسوق بتعمل زي استبيان كده للسوق وتشوف ال... 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 ال الناس اللي بتتقدم للشغل عامله ازاي. السبب الرابع الاحتمال ال... 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 الرابع ان هي ممكن تكون بتعمل داتابيز او بتعمل زي مكتبه كده للمهندسين عشان لما تبقى في فرص متاحه تكلمهم. هي دي الاحتمالات اللي ممكن تيجي ان انت تبعتي السي في بتاعك للشركه وما يكلموكيش. فزي ما اتفقنا هو موضوع رزق. انت اسعي وما مت... 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 لا تكف لا تكفي عن السعي. وربنا هيكرم في الوقت المناسب كورسات التكنيكال زي التوزيع منس يوسف لو اونلاين مثلا هيبقى مفيد بنسبه قد ايه وكذلك في كنترول بي ال سي لو انت انا انا بالنسبه لي انا بفضل السيلف ستادي ان انت تقرا في السيف الاكواد او في الستاندردز افضل ان انت تقرا وان انت انت, انت اللي تقوي نفسك او ان انت اللي تجيب المعلومه بنفسك دي بتخلي المعلومه تثبت اكتر في دماغك لو انت بقى القرايه ما بتحبش القرايه او او عايز تدي لنفسك يعني قصه الكورسات بس المدفوعه هي ميزتها حاجه واحده بس من وجهه نظر الشخصيه يعني ان هي انت خلاص دفعت القرش فانت القرش زي ما بيقولوا القرش بيوجع هتلاقي غصب عنك ان انت بتلتزم هتلاقي نفسك ان انت بتلتزم بحضور وانصراف وان انت لازم تروح ما انت دافع فلوس بس هي دي قصه الكورس اللي انت تدفع فيه لكن طبعا اليوتيوب مليان اليوتيوب مليان قنوات و... ومصادر قويه جدا جدا في الديستريبيوشن والكنترول ف لو اول اول اختيار من وجهه نظري اول اختيار ان انت تشتغل على نفسك ان انت تقرا ان انت انت اللي تقرا وانت اللي تجيب المعلومه تمام تاني 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 حاجة ان انت تشوف الكورسز او القنوات الفري اللي هي المجانية تمام الاتنين دول انت بقى ما جابوش معاك نتيجة اضطر بقى خش على الكورسات المدفوعة يعني. خلي الكورسات المدفوعة ده اخر اختيار عندك ده وجهة نظر الشخصية أه مهندس رامي لو انا اشتغلت مهندس استشاري موقع ايه المهام اللي تتطلب مني ماشي رامي لو اشتغلت مهندس استشاري موقع ايه هي المهام المطلوبة مني لو انا اشتغلت مهندس استشاري موقع انا وظيفتي الوظيفة الاساسية ان انا هراجع على الرسومات التنفيذية او الشوب درونج المتقدمة من المكتب الفني الخاص بشركة المقاولات هراجع عليها هراجع طلب اعتماد الخامات او الماتيريال سميتال هستلم الشغل في الموقع من مهندس تنفيذ من شركه المقاولات هراجع حاجه اسمها الميست اوف ستيتمنت أه هستلم الماتيريال اللي بتيجي واتاكد ان هي مطابقه للاعتماد بتاعي تمام ده في الجنرال كده دي المهام الرئيسيه لمهندس الموقع طبعا وانت استاذنا باشمهندس رامي أه هل شغل كمهندس كريم هل شغل كي في مصر هيستمر سنين ولا هيجي فتره وهينتهي؟ لا يعني هو هو السؤال مش في محله قوي يعني هو يعني القصه بتاعت الكنترول عموما كين اكس والكلام ده كله يعني شديد التطور شديد التطور فانت انا وجهه نظري انا وجهه نظري لا ما تتخصصش في حاجه معينه خليك جوكر خليك مهندس جوكر ان انت تشتغل في اي مكان وتسد فيه وتبقى قوي فيه فانت لو جات لك فرصه في شغل كين اكس ليه لا اشتغل مفيش مشكلة قصة ان الحاجة هتستمر او لا محدش ضامن عمره يا باشمهندس كريم يعني الله اعلم يعني دي في ايد ربنا بس طبعا انت ما دام قدامك فرصة ان انت تشتغل مهندس في كين اكس او ان انت تاخد كورس في كين اكس مفيش مشكلة خد فيها خد الكورس في, في في القصة دي يعني فانت الموضوع ده يعني زي ما بقول لك انت دلوقتي عامل زي السفنجة المفروض تزود خبرتك على قد ما تقدر عشان اقرب فرصة تجيلك تشتغل فيها على طول وتبقى جاهز لها يعني مهندس محمد الشال، السيرتيفيكيتس بتاعت الكورسات مهمة والأهم إن يكون عندي معلومة مش شرط السيرتيفيكيتس. بص السيرتيفيكيتس أنا بالنسبة لي أنا 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 بعمل انترفيوز ما ببصش في قصة الشهادات خالص، حتى أنا عن نفسي ما ببصش على قصة التقدير بتاع الش... بتاع الش... بتاع, ال... بتاع, ال... بتاع الكلية كمان ولا الكلية ولا ولا جامعة إيه، ما ببصش عليها خالص. انا بالنسبه لي بقعد بعمل انترفيو بشوف المهندس ده هل خبرته او الاكسبرينس بتاعته هتبقى مناسبه للمكان اللي هو هيخش فيه هيخش فيه عندي ولا لا مش اكتر من كده السيرتيفيكيتس من عدمها لا انا بالنسبه لي لا ما ما مش مهمه خالص السيرتيفيكيتس ده مجرد شهاده ولا لها اي لازمه أنا ممكن يكون معاه سيرتيفيكيت في حاجه معينه وانا ضعيف فيها ملهاش لازمه لا هي سيرتيفيكيت بس هي بتتقل السي في بتاعك بتتقل السي في بتاعك مش اكتر ولا اقل لكن انا عن نفسي بقى 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 بعتد بيها ولا لا ما بعتدش ما بعتدش بيها خالص بالنسبه للسيرتيفيكيتس يعني تمام الا بقى السيرتيفيكيتس بتاعه الحاجات اللي هي بقى الناس الخبره شويه زي البي ام بي بتاعه اداره المشروعات او الام بي اي وخلافه او البي ار ام جي كل دي حاجات بس دي مش دي في الميد ليفل او في الـ او في المانجيريال ليفل كمان مش في الانتري ليفل اللي احنا بنتكلم عليه هي دي السيرتيفيكيتس المهمه لكن سيرتيفيكيت ان انت خدت كورس ديستريبيوشن او سيرتيفيكيت ان انت خدت كورس اوتوكاد والكلام ده كله لا دي لا مش ذات اهميه خالص يعني انت اهم حاجه هل انت بقى خرجت من من المكان ده فاهم الشغل ده ولا لا هو ده المهم السيرتيفيكيت انا بالنسبه لي ولا ليها اي لازمه في القصه دي بقية الاسئله. حاضر. كلمه للي لسه مترددين يخش مجال المقاولات او الصيانه والمهندسه ماي. لا هو هو انا ليه اتردد وانا انا دخلت كليه هندسه ليه من عشان اشتغل مجال المقاولات من مجالاتي الصعبه اللي فيها ضغط نفسي وضغط عصبي شديد شويه طبعا بيزيد مع زياده الخبره او زياده البوزيشن اللي انت هتخش عليه فانت في الانتر ليفل الضغط عليك هيبقى قليل شويه يمكن فرص المهندسات في شركات المقاولات قليله شويه لان غالبيه الشركات ما بتفضلش مهندسات في المواقع هي بتفضل المهندسات في الإدارة فشغل اللي في الإدارة بيبقى عدد قليل شوية أو الفرص فيه قليلة شوية فلو جالك شغل هيبقى في الغالب هي شغل مهندس مهندس مكتب فني لو انت جالك هيبقى تكنيكال اوفيس مهندسة ماية الصيانه برضو هتبقى بعيده عنك شويه لان انت هتضطر تتعاملي فيها مع فنيين وعمال مع احترامنا الكامل ليهم يعني فبيبقى صعب التعامل معهم شويه مع المهندسات فانت هتلاقي غالبيه الشغل بتاعك هيبقى في في قصه المكتب الفني في شركات المقاولات فلا ما تتردديش اي فرصه زي ما اتفقنا اي انترفيو او اي مقابله تجيلك روحيها هتضيف لك كتير الانترفيو في حد زاده هيدفلك لك كتير هو الانجليش هيفيدنا باي مجال ده اصلا هيفيدك في اي حاجه عشان سمحوت هيفيدك في كل المجالات ايا كان الشركه انت هتشتغل فيها بس عشان ال يا مهندس رامي الانجليز مهم جدا يا باشمهندس رامي في شغل المقاولات نورك يا باشمهندس شريف مهندس عبد الله طنطاوي خدت كورس توزيع مية وخمسين ساعة ايه ده ده فين ده ده فين الكرسي ال 150 ساعة ده؟ كتير أوي خدت كورس ان اكس وكورس شنايدر وخدت كل ما شاء الله خلصت طير خفيف بعد بصراحه نتائج وقدمت شغل كتير بس ما حصلش نصيب وتاني ما اعرفش اعمل ايه زي ما انت قلت كده هو ما فيش نصيب هو ما فيش نصيب الفرص دلوقتي كتيره جدا لحديث التخرج زي ما اتفقنا الشركات المقاولات بالبلدي كده بالعبيط كتير جدا عددها كبير جدا نتيجة المشروع كتير انت بس اسعى ودور وما ومتس... تيأسش ومت ما ربنا هيرزقك في الوقت المناسب الوقت المناسب ليك واعرف ان اي فرصة ان انت كنت حابب تشتغل فيها وربنا ما اكرمش ان انت تشتغل فيها اعرف ان هي ما كانتش هتبقى فيها خير ليك تمام وما تيأسش وما متكف... تكفش عن السعي بس الكومنتات فيها مشكلة عندي هي فعلا الخبرة في المقاولات ما بتتقدرش ماديا زي لا طبعا لا طبعا ده يمكن يمكن المرتبات في قطاع المقاولات اعلى من قطاع الصيانه يعني عشان بس نبقى واضحين هي قصه بس ان الشغل في شركات او في, في قصه الصيانه يعني فيها يمكن يكون ليها يبقى ليها استمراريه اكتر من المقاولات لان زي ما قلت المقاولات هي دلوقتي في ازهى واوقاتها والله اعلم الزهو ده هيفضل لحد امتى لان المشاريع مش هتفضل شغاله على طول او مش هتفضل يبقى في مشاريع على طول يعني ففي فتره معينه كده ممكن يحصل لقدر لا قدر الله ركود في, في قصه القطاع الانشاءات ف... لكن الشغل الصيانه لا مفيش مصنع مثلا على سبيل المثال هيوقف شغل يعني قليل اوى ان انت مصنع يوقف شغل يعني فانا بالنسبه لي الشغل بتاع في شركات في الصيانه هيبقى انا لي استمراريه افضل ده نورك حوده <applause> مهندس أسامة سعيد هو إيه أنسب رد للسؤال الرخم بتاع تتوقع مرتبك كام؟ لا هو مش سؤال رخم خلي بالك هو باشمهندس أسامة السؤال ده مهم جدا ليه؟ لأن الشركة اللي أنت رايح لها دي بتبقى حاطة بادجت أو حاطة استيميشن للمرتب بتاع الوظيفة اللي أنت مقدم عليها يعني هي بتبقى حاطة ماكسيمم سالاري للبوزيشن اللي أنت رايح تقدم عليه فاهمني فانت زي مثلا لو انت المرتب اللي انت متوقعه ده اعلى من المرتب اللي هم مح... المرتب اللي هم مخصصينه للبوزيشن ده خلاص يبقى انت مش مناسب مش مناسب للشغل ده فلا هو طبيعي انه يسالك على المرتب المتوقع ده ده الطبيعي لكن هو العيب بقى ان انت ما تبقاش عارف سعرك في السوق ايه احنا يعتبر سلعه خلي بالنا شباب احنا كمانسين احنا يعتبر سلعه في السوق فانت لازم تكون عارف انت سعرك في السوق كام بناء على سعرك في السوق بناء على الاكسبكت Salary اللي انت هتقوله تمام فلا هو سؤال مش سؤال رخم هو سؤال طبيعي جدا ولازم اكون انا عارف سعر في السوق قد ايه مهندسه سلمى ازاي اتاكد ان السي في بتاعك كويس ويتشاف هل في ويب سايتس بيعمل كده لا اعتقد في بيدجز بتعمل كده لا مفيش, مفيش 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 مواقع يعني بس عموما يا سلمى بعتيلي لي السي في وانا ابص لك عليه مهندس محمد فكري نورك يا حبيبي ليك وحشه والله مهندس عبد الله محمود زين هو انا كطالب لسه داخل تانية تخصص ايه ممكن اقدر اعمله في دنيا الايام دي قبل ما بدء السنه انت لسه داخل سنه تانية انت لسه بدري خالص انت كل ما هو مطلوب منك ان انت هتنزل مثلا في في اجازه سنه ثانيه او في اجازه ثالثه تنزل اجازه سوري اجازه اللي انت داخل فيها سنه ثالثه تكون نزلت تدريب تدريب في مصنع تدريب في شركه مقاولات ايا كان تريننج عادي خالص وطبعا تاخد كورسات في اللغه كورسات في اللغه انجليزي وتاخد كورسات في الـ في المايكروسوفت اوفيس وورد واكسل وباوربوينت اللي هو الاي سي دي ال عموما بس مش مطلوب منك اكتر من كده تخش بقى سنه ثالثه ممكن بقى تدور على كورسات ديستريبيوشن مثلا لو انت عايز هتخش مشروع التخرج بتاعك ديستريبيوشن او كنت او كورسات كنترول لو انت هتخش عايز هتخش مشروع التخرج بتاعك كنترول مش اكتر من كده لكن انت داخل سنه ثانيه لا لسه بدري خالص ان انت تخش في الحاجات الفنيه يعني انت هتزود انت بس المتاح او اللي انت انصحك بيه ان انت تطور السوفت سكيلز بتاعتك اللي هو اللغه والبرامج اللي هي الاوتوكاد والمايكروسوفت اوفيس والكلام ده كله مش اكتر من كده مفيش بي دي اف المصطلحات الكهرباء بالانجليزي في مجال المقاولات والكنترول اجيبها منين هو مش يعني هو مفيش حاجه اسمها م... 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 يعني بي دي اف الكهرباء لا هو انت القصه وما فيها ان انت ممكن تقرا في ال... في, ال... في, الاكواد بتاعه الانجليزي يعني انت عندك مثلا انا بالنسبه لي من افضل من افضل المراجع اللي انا برجع عليها شخصيا في ال... في, ال... في, شغل التصميم او شغل المكتب الفني في ش... في, ال... في, ال... في الانشاءات هو شنايدر انستليشن جايد شنايدر انستليشن جايد بعد اللايف باذن الله هشير اللينك بتاعه على ال... على البيج من اهم او من افضل المراجع لان هو كمان معمول طبقا للاي سي ستاندرد يعني الـ الـ هو انت مجرد ان انت لو قريت الشنايدر انستليشن جايد ده هيحط رجلك على شغل التصميم والتصميم يبقى التصميم مظبوط طبقا للاي سي ستاندرد ده بالنسبه لي افضل من افضل المراجع في قصه التصميم او في قصه الدستريبيوشن في العموم يعني حضرتك اتعلمت انجليش ازاي انا عن نفسي انا 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 الانجليش بتاعي مش 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 اكسلنت قوي بس انا عن نفسي خدت كورس في سنتر عندنا هنا في مصر اسمه بيرليدز آه هو بيهتم اكتر بالكونفرزيشن بالتحدث يعني اكتر من الكتابه انا ممكن اكون بعرف اكتب أك... بعرف اكتب انجليزي وبعرف اقرا انجليزي كويس جدا بس ما بقدرش اعمل او اعمل تحدث بانجليزي بتهته او بقطع في الكلام فلا حاول تدور على اي سنتر يخلي يدربك على الكونفرزيشن او على التحدث ان انت تعرف تخاطب اللي قدامك بالانجليزي وتقدر تسمعه وتفهمه وترد عليه وما تلجلكش في الكلام وما تتهتهش والكلام ده كله نورك نورك يا مهندس عبد الرحمن هو جودة ايه هو مجال شغل المهندسات في مجال الكنترول وانه صح حضرتك الكنترول احسن من المقاولات انا بحب الكنترول بس بشوف معظم الشغل بتكون مقاولات هو زي ما قلت لك يا باشمهندس هدى هو, هو هو القصه ان زي ما اتفقنا ان المقاولات دلوقتي في ازهى عصورها نتيجه ان في مشاريع كثيره جدا في كل القطاعات وفي كل الاماكن في مشاريع ما بتنتهيش مشروع بيخلص بيطلع مكانه ثلاث مشاريع جداد فده سبب ان دلوقتي شغل في شركات المقاولات في ازهى اوقاته شغل الكنترول لو انت حابه الكنترول اكتر هتركزي في قصه الكلاسيك كنترول والبي ال سيز والاسكادا والدي سي اس والكلام ده كله هتركزي هتشوفي كده اي سنتر بيدي كورسات الكورسات دي انا بالنسبه لي انا حد معلوماتي من افضل الاماكن في قصه الكلاسيك كنترول الدومبوسكو وفي سنتر تقريبا اسمه اتش اي ده في البي ال سي والكنترول برضو ده دول مهمين جدا فانت ممكن يجيلك شغل شغل كنترول شغل كنترول هيبقى جاي لك مثلا في في مصنع يعني ممكن تبقى شغل كنترول بيبقى في المصانع بشكل بشكل اكبر هيبقى في شغل المصانع فده شغل كويس جدا وليه وانا بالنسبه لي هيبقى اكتر اكثر استقرارا من شغل المقاولات او استمراريه اكتر من شغل المقاولات فحاول تطوري نفسك من نفسك فيه اكتر وان شاء الله ربنا هيرزقك في اقرب وقت باذن الله بنورك يا شباب والله انت بتهتف في العربي يا محمود خربت بيت لمطك <applause> بنورك يا ابو حميد محمد يشقر ايه افضل مرجع او كورس متخصص عن السمارت بانلز هي ايه السمارت بانلز يا منس حسين معلش معرفهاش بنورك يا مهندس احمد نورك يا مهندس محمد حسن مهندس يوسف انا داخل تانية وخلصت كورس كلاسيك اوف لاين في اتش ايه هو اللي انا قلت عليه بالظبط وتوزيع اون لاين اكمل في ايه السنين الجايه في الكليه بحيث اتقل المذاكره في الحتتين دول هو انت بدري أوي ان انت خدت كورسات دي وانت داخل تانية اه بعيدها تاني هو بدري أوي انت اصلا لسه البيزكس او الاساسيات او الاساسيات بتاعت شغل الكهرباء انت لسه ما في الكليه فانا يعني انت خدتها يعني خدت الشغل ده بدري قوي بس عموما هو مش هيضر مش هيضر اه انت هتركز هنا او هنا انت شوف انت ب... انت ان شاء الله لما تيجي تخش سنه رابعه اللي هي سنه بكالوريوس السنه النهائيه انت شوف انت هتخش اه مشروع التخرج بتاعك هيبقى ايه بناء على مشروع التخرج ركز لان شغل الكنترول بعيد عن الشغل بتاع الديستريبيوشن ده في حته وده في حته تانية خالص فانت شوف انت مشروع التخرج بتاعك انت حابب تعمله ايه وبناء عليه ركز عايز تتقل المذاكرة في الحتتين دول انا بقول لك لو انت ليك في السيلف ستادي وده اللي انا بنصح بيه نورك هيمة وده اللي بنصح بيه انا هعمل بوست ان شاء الله بعد اللايف كده بالمراجع او بالكتب اللي انا بنصح ان الناس تقراها عشان تقوي نفسها في قصه الديستريبيوشن مالكش في القصه دي ان انت بتقرا كده او مالكش في القرايه أو, او ما بتحبش القرايه او ما الهراية مش القراية مش من هواياتك او بتزهقك تمام؟ هبعت هعمل برضو بوست عن القنوات اللي انا من وجهه نظري افضل قنوات لشغل الديستربيوشن على اليوتيوب عشان تبقى بشكل مجاني يعني. الاثنين دول مش مناسبين ليك وحابب ان انت تلتزم اكتر فبالتالي تخش كورسات مدفوعه لا دي دي كتير قوي على الساحه بس اهم حاجه ان انت المحاضر اللي انت هتدفع هتدفع له مقابل مادي يكون محاضر ليه سمعه كويسه في السوق الشغل بتاعه يكون طبقا للاصول والستاندرد ما يبقى الشغل فهلاوة يعني يبقى شغل اي معلومه بيقولها لك بيقولها لك بريفرنس او بيقولها لك بمصدر تمام هو ده نصيحتي ليك لو انت هتدفع هتروح لكورس مدفوع هتدفع فلوس فانت مش تدفع تروح كورس تدفع فلوس فيه وفي الاخر خالص المعلومات اللي انت بتاخدها دي بلح وملهاش اي ريفرنس طب انا ليه 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 بقى انا بنصح بقصه ان انت اي معلومه تاخدها بريفرنس تخيل نفسك انت دلوقتي مهندس تصميم يا عم اشتغلت في مكتب استشاري وبتعمل ديزاين وجي الاونر او المالك قعد معاك وقال لك انت عملت التصميم بتاع البارت ده ليه كده انا شايف ان انت عامل اوفر سايزنج او انت مافور شويه في الشغل ده تمام لو انت معكش ريفرنس ترد بيه لا والله انا عامل ده بناء على واحد اتنين تلاته وافحمته خلاص يا باشا انت كده يعني تعمل معاك السليمه بالبلدي فما تديش فرصة لحد يسألك يقول لك أنت عملت ده إزاي أو عملته بناءً على إيه وما معاك مصدر. لازم يكون معاك ريفرنس لأي معلومة أنت اشتغلت بيها. مهندس أيمن سيد أنا داخل الرابعة أنا مشروع هيكون ديستريبيوشن بس مش عارف هيكون إيه وعلى أي أساس أختاره. اعتقد ان الدكاترة هي الدكاترة هي اللي بتختار المشروع اللي هي بتنقل اللي هي هتنقشك فيه ده بنسبة كبيرة يعني هو الدكاترة يعني ده هتلاقي دكتور مثلا انت الدكتور اللي انت هتناقش معاه او اللي انت هتخش معاه في المشروع هتلاقيه يقولك انا مثلا محتاج هنشتغل على مشروع مطار لا ده هشتغل على مشروع مستشفى لا احنا هنشتغل على هاي ريز هاي بيلدنج لا ده احنا هنشتغل على مشروع مصنع هو اللي هيختار المشروع نفسه فاهمني يعني هو الاختيار بتاع المشروع بنسبه كبيره جدا الدكتور الدكتور نفسه بتاع الماده هو اللي هيختار المشروع فاهمني انا بالنسبه لي افضل يعني من افضل المشاريع اللي هتضيف لك في شغل ديستريبيوشن المشاريع بتاعه المباني الاداريه ليه لان فيها انت حلوان يعني بصره طب دكتور مين تخرج هيبقى مع دكتور ماجد ابو عظمه ولا مع مين هو دكتور ماجد ابو عظمه بيبقى المشروع بتاعه تقريبا مطار لان هو اللي كان الاستشاري بتاع مطار القاهره او او هاي رايز بيلدينج هيبقى مشروع برج ده اللي انا فاكره المهندس ماجد ابو عظمه في حلوان فهو الدكتور بتاع الدكتور في حلوان هو اللي هيحدد لك المشروع اللي انت هتعمله يعني ما تقلقش مش انت اللي هتختار مهندس احمد عبد الكريم هندسه انا مهندس تحكم وشغال في المقاولات الكتروميكانيكال في مشروع في مكان محترم ولكن بتقابلني صعوبات مع المهندس اللي فوق مني والتعامل مع المقاول الصناعي ولما بحاول اتعامل آه... مع المقاول الصناعي المهندس المهندس فوق... محجمني جدا وبيجي على كرامتي كتير لان حاسس تخرج لا بص ما, تح... ما تديش فرصه لحد ان هو يجي على كرامتك كرامتك فوق كل شيء كرامتك فوق كل شيء لو انت المكان اللي انت شغال فيه ده بيجي على كرامتك امشي ما تستناش حتى لو هتشحت كرامتك فوق كل شيء تمام آه التعامل مع الفنيين او التعامل مع مديرك ده هيجي مع الوقت خبره التعامل معاهم هتيجي مع الوقت هتكتسبها مع الوقت فلو انت الموضوع مش بيجي على كرامتك الموضوع كله في موضوع تعاملات في الشغل مفيش مشكلة هتتعلم الموضوع هيبقى صعب في الاول لحد ما هتتعود وهتعرف بعد كده تعرف ترد على ده ازاي وتتكلم مع ده ازاي وتعامل ده ازاي والكلام ده كله لكن اهم حاجة زي ما انا قلت لك ما تجيش على كرامتك ما تجيش على كرامتك اوعى اوعى تيجي على كرامتك في الشغل ابدا حتى لو هتشحت سيب الشغل مش مهندس من فضلك انت محمود حضرتك توضح لي اكتر رينج مرتبات الفير لحد التخرج المفروض يبقى كام عشان الارقام اللي بسمعها ضحك بصراحه وقلقان قابل بحاجه ظالمه وكده فمحتاج نصيحه حضرتك طب بص مبدئيا مبدئيا للحديث التخرج الاساس في الرينج بتاع المرتب هو حجم الشركه اللي انت هتشتغل فيها فلو انت هتشتغل في شركه صغيره اكيد طبعا المرتب فيها يختلف عن الشركه الشركات الكبيره فالاساس في الرينجات المرتب في رينج المرتب هو الشركة اللي انت هتقدم فيها او اللي هي الوظيفة اللي انت هتشتغل فيها دي حجم الشركة اللي انت هتخشها هيبقى عامل ازاي ده الاساس ده اساس القصة تمام القصة الثانية بقى ان انت المرتب المناسب ليك لازم تعرف ايه هي البينيفيتس او ايه هي الحاجات المميزات اللي هي الشغل ده هيديها لك طب ايه هي المميزات او ايه هي الامتيازات اللي الشغل هيديها هل في بدلات ولا لا بدل انتقال او بدل اقتراب او بدل سكن او ايا كان لان انت وارد جدا يكون لك يجيلك الشغل مثلا مهندس موقع بره القاهره وانت عايش في القاهره على سبيل المثال او العكس فلازم يقول لك هل هيبقى ليك بدلات ولا لا هل ليك تأمي... طبعا الاساس لازم يكون فيه تامين اجتماعي لازم يكون فيه تامينات اجتماعيه عشان بعد كده ان شاء الله لما تطلع المعاش يكون فيه معاش يطلع لك تامين صحي لازم يكون فيه تامين صحي دول ثلاث حاجات رئيسية لازم تتكلم فيهم مع الاتش ار في المقابلة، تقول له ايه هي البينيفيتس أو ايه هي الامتيازات اللي أنت هتديها لي. تأمين صحي، تأمين اجتماعي، تمام؟ بدلات. هل في بونصز هل في بونس ولا لأ؟ بونس بقى نص سنوي أو سنوي أو لما المشروع يخلص تمام؟ لأن شركات المقاولات بي في الغالب بيبقى ليها بونس، بتاخد يعني الموظفين اللي فيها بياخدوا بونس في الغالب. طب البونس ده نسبته قد إيه؟ الكلام ده كله تمام الرينج بتاع مرتبات حديث التخرج في شركات المقاولات من وجهه نظري الراتب الاساسي الاساسي نحط تحتها مليون خط براه كل الانتقالات والبدلات والكلام ده كله انا شايف ان هو بيتكلم من ثلاثة من 3000 جنيه ممكن يوصل لحد 4000 جنيه حسب حجم الشركه ده المرتب الاساسي في شركات المقاولات تمام طبعا حجم الشركه حجم الشركه بيفرق ممكن تكون شركه صغيره شويه فيقول لك مثلا هديك 2000 2000 ونص والكلام ده كله تمام امتى بقى اشتغل واجي على نفسي واشتغل بمرتب قليل زي ما اتفقت معاكم كده لو انا محتاج الفلوس دي محتاج الفلوس دي باي شكل كان انا محتاج ان انا اشتغل عشان اخش اخد يجي فلوس حتى لو المرتب اللي هيجي لي ده اقل من المفروض اخده لكن غير كده لو عندي حريه الاختيار لا ما اقبلش ما اقبلش مرتب قليل وزي ما اتفقنا انت لازم تبقى عارف سعرك في السوق قد ايه بالظبط عشان ما عليك فحديث تخرج حوده في شركات المقاولات من 3 ل 4000 جنيه ده المتوسط بتاع ده مرتب اساسي بخلاف البدلات نخلي بالنا من قصه مهمه جدا يا شباب بقى عشان نتكلم في القصه دي الاتش ار على طول بيضحك فيها على الناس في حاجه اسمها نت سالري وفي حاجه اسمها جروس سالري في حاجه اسمها نت سالري وفي حاجه اسمها جروس سالري ايه الفرق ما بين الاثنين الجروس سالري ده هو المرتب بتاعك بس قبل خصم الاستقطاعات بتاعتك ايه هي الاستقطاعات اللي بتتخصم من المرتب اللي بيتخصم منك الضرايب والتامينات تمام بتت... بتتخصم من مرتبك تمام بتتخصم من الجروس سالري تمام تقريبا ال... ال... نسبه الخصومات تقريبا بتبقى 15% من مرتبك يعني انت لو مرتبك 1000 جنيه هيتخصم 150 جنيه منهم للتامينات والضرايب تامينات اجتماعيه وضرائب وتامين صحي والكلام ده كله فانت لو انت قال لك الجروس سالاري 1000 1000 جنيه على سبيل المثال ده مش معناه ان انت مرتبك 1000 جنيه لا ده مرتبك قبل الخصومات 1000 جنيه طب بعد الخصومات كام تقريبا هيبقى 850 جنيه المرتب بقى اللي انت بتاخده في ايدك ده بعد الخصومات بيتقال عليه النت سالاري نت سالاري يبقى انا عندي سالاري او الاتش ار لما يقول لي سالاري هيقول لك جروس ونت جروس سالري والنت سالري، ايه الفرق بين الجروس سالري والنت سالري؟ الجروس سالري ده المرتب قبل الاستقطاعات او قبل الخصومات تمام؟ النت سالري ده المرتب اللي انا هاخده في ايدي المرتب الاساسي اللي انا هاخده في ايدي اول كل شهر تمام؟ بخلاف بقى البدلات والحاجات الحاجات التانية طيب يا هندسه انا زي ما قلت لحضرتك انا حديث تخرج وهي لي فرصه سفر للسعوديه فانت ذي خبرة مبدئيا بما انك زيرو خبره وجايلك فرصه سفر غالبا غالبا الشركه دي هتطلعك على فيزا عامل او تاشيره عامل مش مهندس لان تقريبا في قرار في السعوديه ان لازم المهندسين اللي يروحوا خبرتهم ما تقلش عن خمس سنين فبنسبه كبيره التاشيره بتاعتك اللي جايه لك على الوظيفه دي هتبقى تاشيره عامل وليس مهندس وتاكد لي الكلام ده او تنفيه تم تمام ده اولا ده اولا ثانيا ثانيا انا ما انصحش اي حد حديث التخرج ان هو يسافر بره مصر من قبل ما يعمل خبره اما سافر بره مصر لازم على الاقل تكون خبرتي ما تقلش عن من 3 ل 5 سنين على الاقل تمام مش هروح السعوديه او اي بلد عربي اتعلم فيها لا انت مدرك يعني ايه تدفع فلوس ت... تدفع فلوس تاشيره وتدفع فلوس تذكره الطيران او حتى لو الشغل هيوفرها لك وتتغرب عن بلدك وعن اهلك وعن بيتك عشان تروح شهر ولا اتنين لا قدر الله تفشل وترجع تاني بلدك وكانك يا ابو زيد مغازيت زي ما بيقولوا؟ لا. صح؟ بالظبط زي ما انا قلت هتلاقي التاشيره اللي جايه لك تاشيره عامل مش مهندس. طبعا معنى ان انت قبلت ان انت تاشيرتك تبقى تاشيره عامل انت كده اتنازلت عن كل حقوقك كمهندس هناك. انت هناك هتتعامل معامله هتتعامل من الحكومه السعوديه او او البلد اللي انت تشتغل فيها هتتعامل معامل معامله عامل مع احترامي للعمال مع كامل احترامي للعمال طب ايه هي حقوقك اللي انت هتتنازل عنها هتتنازل عن انت مثلا لو انت طبعا انت لسه مثلا المفترض انت ما اتجوزتش مش هتعرف تعمل استخدام لاسرتك هناك انت في وجهه نظر الحكومه الحكومه السعوديه انت عامل مش مهندس فلك ان تتخيل يعني فلا انا ما ان انت تسافر وانت زيرو اكسبيرينس الا زي ما انا قلت الا لو انت في حاجه ماسه للفلوس لو انت مضطر تسافر لو انت مضطر تسافر عشان الماده عشان الفلوس والسبل كلها هنا اتقفلت قدامك ساعتها سافر هو رزقك هيبقى هناك لكن لو انت عندك رفاهيه الاختيار لا ما تسافرش وانت زيرو اكسبيرينس ما انصحكش خالص يعني. هو مفروض مهندس مهندس كمال الحنفي هو مهن مفروض مهندس حديث التخرج ياخد كام ده نفس سؤال محمود النادي تقريبا هندسه في شركات المقاولات من متوسط من 3 ل 4000 جنيه ده مرتب اساسي طيب فرص السفر لاوروبا مطلوب ايه اعتقد فرص السفر لاوروبا آه هتقتصر على ال... ان انت تكمل دراسه هناك يعني انت تكمل دراستك بقى ك... كماجستير او ماسترز او او دكتوراه بره اعتقد هي دي الفرص اللي هتجيلك ودي ممكن تكون جايه بقى بمنحه او جايه ان انت في آه يعني منحه دراسيه او ان انت تقديرك يسمح بدايه يعني. اعتقد يعني لكن ان انت تشتغل كفريش جراديويت في اوروبا او كده اعتقد صعبه شويه في شركات طبعا بتنصب كتير اوي في الموضوع ده فنبقى حذرين في الموضوع ده شباب لازم نبقى حذرين في قصه السفر بره عموما في شركات اصلا في السفر للشركات يعني شركات سفر شركات سفريات للدول العربيه بتنصب على المهندسين للاسف يعني فنخلي بالنا من قصه السفر ده انا وجهه نظري خلي خلي اختيار السفر ده اخر اختيار تفكر فيه لما كل السبل في البلد عندنا تتقفل لما انت تحاول تدور على وظايف مدة طويلة جدا جدا وربنا ما يكرمكش او ما تشتغلش ساعتها فكر في السفر لكن انت تتخرج وتفكر في سفر على طول ده انا منصحش بيه ابدا ابدا يعني تمام حد عنده سؤال تاني شباب طب انا هستغل اللايف جميل ده والنصيحه اللي اكدت اني اخد قرار صح الحمد لله وشكرا حضرتك على مجهودك العظيم معانا ومواقفك الجميله لا شكرا على واجب يا حوده شكرا قوي كده يا حبيبي ان شاء الله ربنا يرزقنا كلنا بالخير ويوفقنا جميعا في دنيتنا وحياتنا وفي, عم وفي عملنا كمان حد عنده سؤال شوية قبل نقفل اللايف او ننهي اللايف ممكن اللايف يتسيف حاضر حاضر يا محمد انا هعمله شير على على الصفحه حاضر مهندس عمر دياب طيب انا اخر سنه رابعه كهرباء باور اول حاجه اعملها اول ما تتخرج زي ما انا قلت كده انت انت شوف انت حق، انت تحياتي ليك يا باشمهندس خلزون شوف انت الـ 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 انت انت في سنه رابعه دلوقتي شوف انت مشروع تخرجك هيبقى ايه ونصيحتي او وجهه نظري ان انت تدور في في المجال بتاع مشروع تخرجك مشروع تخرجك كان ديستريبيوشن يبقى انت تدور في في المكاتب الاستشاريه وفي شركات المقاولات طب والله مشروع تخرجك كان كنترول يبقى انا هدور في شركات الكنترول او في المصانع او الكلام ده كله خطوط الانتاج تمام زي ما اتفقنا لازم تكون قبل سنة الرابعه تكون اللغه عندك كويسه وممتازه على قد ما تقدر والسوفت سكيلز بتاعت اللي هي الشغل الاوتوكاد والمايكروسوفت اوفيس والكلام ده كله لازم يكون كويس. تجهز سي في محترم في الحاجات دي كلها بالتدريب او بالتريننجز اللي انت خدتها او بالكورسات اللي انت خدتها في وقت الدراسه وتعمل سي في كويس وتقدم بيه في الوظائف اللي تقابلك اللي انت شايفها مناسبه للسكيلز اللي عندك او المهارات اللي عندك. قدم عليها وان شاء الله ربنا هيرزقك بالوظيفه المناسبه يعني ان شاء الله. ليزا يا باشمهندس ما تمسحش اللايف ده هسيبه على البيج سيبه على البيج لان النت وحش جدا عندي ومش عارف اجمع سنتنس واحده حاضر حاضر يا باشمهندس عليا نورك يا عمار لا شكرا على الواجب يا عبد الله مهندس محمد القاضي رغم اني خارج مصر من اليمن لكن استفدت كتير شكرا جزيلا الله يخليك اخواتنا في اليمن على راسنا يا محمد اخواتنا هانم الله يكرمك يا هانم أيمن نورك يا باشمهندس أيمن طيب لو مشروع كنترول وحبيت إن أو هتنفع ولا لأ زي ما أنا قلت قبل كده في اللايف لأ هو هو عادي جدا أنت وارد جدا أن أنت يكون مشروع تخرجك حاجة والشغل اللي أنت أن أنت تقدم فيه يبقى حاجة تانية خالص مفيش أي مشكلة هو القصة وما فيها أن أنت لو أنت مشروع تخرجك كنترول لما تجيلك فرصه شغل كنترول الموضوع يبقى سهل عليك لان انت اوريدي قعدت سنه بحالها في المشروع التخرج بتدرس كنترول فلما يجيلك فرصه شغل في 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 قطاع او في 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 تخصص كنترول هيبقى سهل عليك نفس القصه لو انا مشروع التخرج بتاع ديستريبيوشن وجات لي فرصه شغل في قطاع المقاولات او في المكاتب الاستشاريه هتبقى سهل عليا لان انا سنه بدرس ديستريبيوشن طب انا لو انا خ... مشروع تخرجي ديستريبيوشن وجالي شغل شو... هل معنى كده مش هيجي لي شغل كنترول؟ لا وارد جدا يجي شغل كنترول مفيش مشكله مفيش اي مشكله انت كفريش جراديويت هو عارف انت حديث تخرج لسه زيرو اكسبيرينس ما عندكش خبره هي قصه بس انت بالنسبه لك الموضوع هيبقى اسهل لو مشروع التخرج هو هو نفس التخصص اللي انت هتشتغل فيه بعد التخرج هيبقى اسهل عليك الموضوع هيبقى فيميلير بالنسبه لك او انت يعني عندك باك جراوند كويسه عن الشغل ده مش اكتر الله يحفظك ابو حميد محمد عبد العزيز ليك وحشه والله اكيد يا منصه عبد الله ممكن تبعت لي في ابص عليه و... و... واقول لك المشاكل اللي فيه ده لو في مشكله محمد علاء الله يخليك يا حبيبي ليك وحشه ممكن فرق بس بين شغل مقاولات وديزاين وشوب دروينج وفرص العمل فيه اكتر وبالنسبه للسالري ايه احسن حاجه طيب آه شغل المقاولات شغل المقاولات هو شركة المقاولات ايه هدفها اصلا؟ هي هدفها ان هي هي اللي, بتاع هي, اللي بتاع هي اللي بتبني المشروع او هي اللي بتنشئ المشروع. تمام؟ طيب الاستشاري بقى زي ما اتفقنا هو في احتمال يجيلك وظيفه من الاثنين يا اما مهندس ديزاين تصميم مهندس تصميم يا اما مهندس اشراف على التنفيذ. واحد اللي هو بيبقى في الموقع. المشروع بيمشي ازاي مهندس التصميم بيقعد مع مع المالك او الكلاينت بيطلب المالك بيطلب منه طلبات معينه تمام في المشروع اللي هو محتاجه بيعمل الديزاين وبيطرح شركه المقاولات بيرسى عليها المشروع بتنفذه تمام آه انا في شركه المقاولات ممكن اشتغل ايه ممكن اشتغل زي ما اتفقنا مهندس مكتب فني ممكن اشتغل مهندس آه موقع ممكن اشتغل مهندس جوده ممكن اشتغل في الاداره مهندس توريدات بروكيورمنت انجينير في فرص كتير قوي جدا في يعني في كتير فرص في شركات المقاولات وجهه نظري اكتر اكتر بكتير والخبره و و و فيها اكبر من المكاتب الاستشاريه للحديث التخرج يعني بالنسبه لي كترتيب شغل انا لو جات لي فرصه في في شركه مقاولات او في مكتب استشاري انا عن نفسي هختار شركه مقاولات في الاول مش مكتب استشاري السالاريز لا مرتب شركه المقاولات اعلى من مرتب المكتب الاستشاري مهما كان حجم المكتب الاستشاري قولا واحدا مرتبات شركه الم... شركات المقاولات اعلى من مرتبات المكاتب الاستشاريه. تمام؟ وجهه نظري آه... لو انا ف... لو انا ف... يعني لو... لو انا دلوقتي في مكتب استشاري وهعمل انترفيو لحد انا مش هقبل حد اقل من خمس سنين خبره. مش هقبل اقل من خمس سنين خبره آه... يخش المكتب الاستشاري ده. انت متخيل يعني ايه تعمل ديزاين لمشروع آه... وانت ما عندكش اكسبيرنس؟ ده صعب جدا يعني. فلا انا نصيحتي لو الفريش جراديوت يركزوا في قصه الكنترول لو هم بيحبوا الكنترول او مشروع تخرجهم كنترول يا اما في شركات المقاولات ما ما يروحوش للمكاتب الاستشاريه دلوقتي تمام السالاريز زي ما بقول لك في شركات المقاولات الفريش جراديوت من 3 ل 4000 جنيه ده المتوسط شركة لو لو ده الشركات المتوسطة ممكن شركات أكبر من كده يبقى مرتب أعلى مرتب ممكن تكون شركات أصغر شوية في الحجم فيبقى مرتب اعلى من كده المكاتب الاستشاريه هيبقى المرتب في الفريش جادوت هيبقى قريب يعني هيبقى مثلا من من 2000 ونص ل 3000 ونص مثلا متوسط المرتبات لكن طبعا لما الرينج بيكبر او الخبره بتزيد لا هيبقى في جاب كبير ما بين مرتب المهندس في شركه المقاولات والمهندس في المكتب الاستشاري شركات المقاولات هيبقى مرتبهم اعلى مرتبهم اعلى ليه مش عشان هم يعني اقوى ولا عشان هم احسن لا هو عشان الضغط العصبي وضغط الشغل على المهندسين في شركه المقاولات اكتر بكتير من مهندسين الاستشاري لان هما بيعملوا مهام اكتر وشغل اكتر فبالتالي مرتباتهم بتبقى اعلى شويه الله يخليك يا باشمهندس محمد محي ايه افضل مصدر اعرف منه معلومات عن الميديم فولتج ويديني مهندس احمد زيان قرب الخبره العمليه بص هو احنا عندنا في مصر للاسف قصه الميديوم فولتج المهيمن عليها هي شركه الكهرباء شركه الكهرباء هي المهيمنه على القصه بتاعت الميديوم فولتج يعني. ف يعني انت تركز في قصه الميديم لو انت مخطط ان انت تشتغل في شركه الكهرباء وللاسف هنا في مصر كل شركه كهرباء لان احنا عارفين هنا في مصر بيبقى في شركات كهرباء لكل محافظه وكل منطقه في المحافظه يعني في مثلا شركه كهرباء شمال القاهره وجنوب القاهره وشرق القاهره وغرب القاهره ووسط القاهره كل شركه ليها اشتراطاتها وليها شغلها ف يعني الميديم ركز فيه لو انت هتشتغل في شركه الكهرباء غير كده لا هو الموضوع محفوظ عندنا في مصر يعني الكابل الميديام اللي ماشي في الـ في, الـ في اللي في اللوب يعني بتاعت الميديام 240 من 240 الومنيوم مسلح لو المشروع بعيد شويه يعني يعني كبير شويه ممكن يوصل ل 300 ميلي. هو ده الستاندرد اللي احنا ماشيين بيه وفي عندنا مهندس احمد ماهر احمد حت... ماهر حاتم احمد حاتم ماهر يعني ده هو يعني عامل عامل شانل على اليوتيوب قويه جدا في قصه الميديم فولتج يعني مهندس احمد مجدي برضو هيعمل كورس قريب هيبقى قوي جدا في قصه الميديا <applause> طيب ايه اللي اشتغل عليها على نفسي عشان اكون مؤهل شغل مقاولات زي ما انا قلت كده السوفت السوفت سكيلز دي مفروغ امر مفروغ منه اللغه والاوتوكاد كورسز ديستريبيوشن اونلاين فري على اليوتيوب او حتى مدفوعه uh, ده اهم حاجه نصيحتك في الجيش uh, الجيش ده واجب ده الواجب الوطني الحمد لله ربنا الحمد لله ربنا ما اذنش ان انا اخش الجيش يعني حاول تستغل هو طبعا للاسف هنا في مصر طول ما انت معكش شهاده جيش مش هيعرف الشركه مش هتعرف توظفك مش هتعرف توظفك ولا تامن عليك تعملك لك تامينات اجتماعيه فانت حاول تستغل الفتره دي ان انت تقرا في المراجع ان انت تاخد كورسات لحد ما يجيلك موضوع الجيش ده يتحسم يعني تقوي اللغه تذاكر تاخد كورس في الريفت مثلا او تقوي نفسك في الريفت يعني حاول تستغل الوقت ده لان الوقت ده ضايع يعني الوقت اللي انت مستني فيه الجيش ده وقت ضايع فحاول تستغله ان انت تقوي مهاراتك مش اكتر من كده وان شاء الله ربنا يعدي قصه الجيش ده على خير باذن الله اللغه الاساس اللغه الاساس ابو حميد احمد جابر اللغه الاساس اللغه دي حاجه اساسيه حاجه اسينشال وعادي جدا انت ممكن تاخد كورس لغه بالتوازي مع مع الحاجه التكنيكال او كورسات التكنيكال اللي انت بتاخدها مفيش اي مشكله علياء عندي سؤال شو انت مش عارف احرك دلوقتي تخصصت في مجال مجال الكنترول محتاج اعرف سوق العمل محتاج ولا لا طبعا مجال الكنترول مطلوب مطلوب جدا لاني مش بشوف اي اعلان توظيف له دايما بشوف مجال ديستريبيوشن زي ما قلت لك هي قصه ديستريبيوشن عشان هو دلوقتي قطاع الانشاءات في في قمه ازدهاره مشاريع كتير جدا في البلد فهو ده سبب ان اللي فيه في فرص اكتر مش اكتر ولا اقل لكن مجال الكنترول مجال مميز جدا و... و... ومجال محترم يعني وبالنسبه للمهندسات بالذات <applause> زي ما قلت لك كده لو انت بعتي سي فيز لل... للاماكن وما كلموكيش الموضوع ليه اكتر من احتمال انا قلتهم في الفيديو فان شاء الله اما اللاي... اللينك بتاع اللايف ان شاء الله اعمله شير ممكن تشوفيه كده وت... وت... وتشوف انا قلت ايه في القصه دي معتصم الله يخليك يا حبيبي ليك وحشه والله انت كنت من اميز الناس اللي كانوا معايا في دار الكهرباء معتصم بصراحه الله يخليك يا ابو حميد مهندس عبد الله شغل هاي فولتج هل منتشر هنا في مصر هو للاسف مش منتشر تقريبا في شركتين بس هنا اللي شغالين هاي فولتج شركة ماتكور وشركة بي اس بي السويدي هم دول هم دول اللي شغالين شغل هاي فولتج قوي جدا هنا في مصر يعني فرص مش كتير قوي في القصة دي وجهة نظر الشخصية يعني ايه رأيك في مجال صناعة البلاستيك بالنسبة لمهندس الكهرباء هو انت اكيد ده لو جالك شغل في مصنع بلاستيك هيبقى شغل كنترول او شغل صيانة يا كنترول يا صيانه فده اتكلمنا عليهم قبل كده هما انا بوجهه نظري مور ستيبل عن شغل المقاولات شغل المقاولات ما استقرار انت لو رحت مهندس موقع مهندس كهرباء في موقع الموقع ده لما يخلص مش عارف الله اعلم هتروح الموقع التاني ده هيبقى فين برا القاهره ولا جوه القاهره ولا مشروع ايه ولا ايه مش في ايدك لكن انت مهندس صيانه او مهندس كنترول في مصنع المصنع هو مكانه ثابت فهو فيه استقرار اكتر بخلاف ان المصانع مش هتوقف شغل بعكس المقاولات لا قدر الله انا شايف ان في شغل المقاولات دلوقتي في قمه ازدهاره بس مع الوقت الكيرف هيقل شويه ده تصور يعني الله يسلمك يا منس خالد هو ليه مك... مفيش كلام على شغل البروتكشن ومجال السولر آه هو مش كده مونس انهار هي قصه بس ان الفرص فيهم اقل شويه مش اكتر ولا اقل او شغل او الفرص بتاعه شركات المقاولات اكتر هي اللي ظهر وز... اكتر مش اكتر ولا اقل لكن هو موجودين مجال السولار على فكره من المجالات الم... يعني المنتشره جدا بس هو المجال الفرص اللي ممكن تجيلك في قصه السولر هتجيلك في ال... في الشركات بتاعه مبيعات يعني ممكن يجيلك مهندس مهندس مبيعات في شركه سولر هو ده اللي هتلاقيه منتشر جدا انت تبقى تكنيكال سيلز انجينير او تكنيكال انجينير وغالبا تكنيكال سيلز هو هيبقى هو المبيعات هو هو مهندس المكتب الفني بتاع السولر فلا هما موجودين يعني الفرص موجوده بس طبعا اقل من من الفرص بتاعه شركات المقاولات في الوقت الحالي يعني. الكورس بتاع اتش ايه مع حدود معلوماتي في قصه الكنترول المنسحه الياء ان هو كورس محترم جدا فلا كملي عليه لو انت حابة تكملي في في, في قصة الكنترول لا كملي عليه كان عندي سؤال هندسة ليه بنهتم باللغة قوي مع اننا بنشتغل في المواقع مثلا في مصر وبنتعامل مع صناعية وعمال ما انا زي ما بقول لك كده هو انت في الموقع انت في الموقع هتتعامل مع فنيين ومصنعية وعمال ما احترامنا كامل ليهم مش محتاج لغة لكن انت هيجي لك سي مثلا هيجي لك لوحه لوحه شوب دروينج تنفذها لو انت مهندس موقع اللوحه دي معموله بالانجليزي الليجند او الجدول الرموز مكتوب بالانجليزي جاي امر التوريد اللي هو البرشيز اوردر امر توريد الخامات جاي لك بالانجليزي الماتريال سبميتال اللي هو الماتريال المعتمده معموله بالانجليزي الايميل اللي انت هتبعته للاداره عشان تطلب حاجه هتكتبه بايميل بالانجليزي فلا اللغه حاجه اسينشال يعني ما فيهاش كلام ما تستناش ان انت بقى خبرتك تزيد وتلاقي نفسك ما بتعرفش تكتب ايميل بالانجليزي او تحضر اجتماع ممكن ممكن يكون المالك بتاع المشروع اصلا شركه يعني مش مصريه هتعمل ايه في في الاجتماع ده مثلا هتتكلم ازاي هتبقى محتاج مترجم معاك فلا طبعا اللغه حاجه اساسيه مش مفروغ منه ما تقوحش فيها الله يسلمك يا عوض حضرتك لو بتتكلم على اللغة لازم يكون speaking هو اللي كويس كده يعني يكون بالظبط فيه كويس اللغة عموما في العموم انك تعرف تكتب كويس وتعرف تقرا طبعا وان انت تعرف تتكلم تعرف يبقى في conversation بتاعتك تعرف تعمل conversation بالانجليزي لازم محمد زكريا طب يا يعني هندسه بعد اذنك انا اخترت مشروع سابستيشن سبستيشن وناوي ان شاء الله اشتغل في مجال المقاولات عادي ما فيش اي مشكله انا انا جاوبت على السؤال ده قبل كده عادي جدا ان انت يكون مشروع تخرجك مختلف عن المجال اللي انت هتشتغل فيه ما فيش اي مشاكل زي ما اتفقنا لو انت مشروع تخرجك هو هو نفس المجال اللي انت هتشتغل فيه تمام يبقى الموضوع هيبقى سهل عليك في الشغل مش اكتر ولا اقل لان انت اوريدي هيبقى الشغل ده familiar معك في معاك في مشروع التخرج لكن انت هل ينفع يبقى مشروع تخرجك مختلف عن الشغل عموما اه ينفع مفيش اي مشكله ايمن انا خدت كورس بتاعي في سنتر اسمه بيرليدز ده بس ده احنا بنتكلم مثلا من 10 11 سنه فالله اعلم بقى بيرليدز دلوقتي ال... 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 كان ساعتها على فكره كان قوي جدا يعني كورس كان قوي جدا في ال... في ال... الكونفرزيشن بالذات دلوقتي مستواه ايه انا ما اعرفش ما عليك بس اعتقد اعتقد هنا في مصر البريتش كونسل والجامعه الامريكيه هم اقوى من اقوى الاماكن في في قصه اللغات ليك وحشة يا رضا من أميز الناس برضو اللي اتعاملت معهم في دار الكهرباء ليك وحشة حد عنده سؤال تاني يا شباب كلمة أخيرة كلمة أخيرة مدام ما فيش أسئلة خلاص زي ما اتفقنا أي مقابلة تجيلك روحها الانترفيو في حد ذاته خبرة خبرة حتى لو انت شايف ان انت مش هتتقبل في الوظيفة دي روح ان انت تروح الانترفيو هيزود ثقتك في نفسك وهيخليك آه يعني عندك ثقة في نفسك وان انت متعود على قصة الانترفيوز فالموضوع بعد كده هيبقى بالنسبة لك سهل تاني حاجة حط في دماغك إن زي ما أنت محتاج الشغل الشركة اللي كلمتك دي محتاجاك فما تروحش وأنت حاسس إن أنت ضعيف لأ حضرتك لازم أكون واخد دورة في دار الكهرباء لأ طبعا مش لازم طبعا أي مكان أي مكان طبعا يكون فيه محاضرين مميزين لو أنت هتاخد كورس مدفوع لأ روح مش شرط دار الكهرباء طبعا أه... الجامعه الأمريكية اخد فيها كورس ازاي معلش اخر سؤال تقريبا تقريبا في مو في كورسات في الجامعه الامريكيه اونلاين على ما اتذكر لو لغه غير انجليزي اختار ايه انا بالنسبه لي الالماني لو في وقت لو عندك وقت ان انت تاخد تدرس لغه تانية غير الانجليزي ادرس الماني اماكن التدريبات في التوزيع ايه للطلاب مش عارف ارد لان انا شتت تبقى مجروحه فخلي الناس هي اللي تقول هندسة هو لازم شهادة تثبت إن كويس في الإنجليزي ولا إيه مش لازم هي زي ما اتفقنا السيرتيفيكيتس أو ال ال السيرتيفيكيتس او الشهادات هي بتقوي السي في بتاعك شويه لكن مش شرط ان انت معاك سيرتيفيكيت ان انت تبقى كويس في الحاجه دي لا انت اهم حاجه انت انت تكتب في السي بتاعك ان انت الانجليش بتاعك جود او اكسلنت يبقى انت لما يتكلم معاك بالانجليزي ما تتهتهش بس لو لو انت حتى حاطط شهاده ان انت واخد كورس في الانجليزي ومش عارف تتكلم انجليزي لا ده كده هيشكك في مصداقيتك نفس القصه لو انت كاتب ان او انت حاطط في السي في بتاعك ان انت واخد كورس في مكان معين كورس توزيع مثلا كورس كنترول في مكان معين وجي سالك في ال... في الكنترول او سالك في التوزيع ولاك مش مش فاهم لا يبقى انت كده اكيد في حاجه مش مظبوطه يبقى انت رحت دفعت فلوس في المكان ده وما اتعلمتش حاجه يبقى فلوسك اترمت في الارض وهو بالنسبه له انت ولا كانك خدت حاجه ولا ولا عندك جراوند او عندك خلفيه عن الموضوع من الاساس فهلا هي الشهادات مش ذات اهميه من وجهه نظري مش ذات مش ذات اهميه انا عادي خالص ممكن اخد كورسز على اليوتيوب يعني اشوف كورسز او اقرا كتب على اليوتيوب واقوي نفسي فنيا وفي اللغه واعرف اتكلم فنيا وفي اللغه في الانترفيو احسن بكتير ان انا احط شهاده ومابقاش عندي جراوند عن الكلام ده هندسه يعني ولازم شهاده اهو حضرتك ممكن تكلمني عن ده ده باختصار مش هقدر اتكلم <applause> شهادتي مجروحه زي ما انا قلت فانا ممكن يعني هو هو باختصار تدريب درجه الكهرباء هي شركه هي شركه مقاولات ابتدت من من الالفينات صاحبها مهندس محمد مانس عبد الرسول انا هناك بس دربت فيها اربع راوندات من راوند 11 لحد راوند 14 اللي هو لحد دلوقتي يعني هو يعتبر من افضل الاماكن من وجهه نظر الشخصيه من افضل الاماكن اللي ممكن تاخد فيها تدريب مش اقدر اكتر من كده كورسات اليوتيوب معترف بيها ولا لازم اروح مكان واخد شهاده نفس القصه زي ما انا قلت لك مهندس احمد اليوتيوب طبعا هو يعني مش هيديك شهاده او انت خدت كورس على اليوتيوب هو مش هيديك شهاده حتى الشهاده اللي هتجيلك هتبقى شهاده اتماء او شهاده او مش يوتيوب كمان اللي على يوديمي على سبيل المثال او المنصات زي يوديمي او وغيره او زي لينكد ان او يوداسي او 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 كورسيرا او ايا كان المنصات اللي الاونلاين بالتدريب هتديك شهاده شهاده حضور يعني شهاده ان انت تابعت الكورس او ان انت حضرت الكورس ده المده بتاعته مش اكتر ولا اقل مش هيديك شهاده ان انت اجتازت اختبار ان هو يتاكد ان انت اتعلمت من الكورس ده حاجه ولا لا ده الاونلاين كورسز طبعا معظمها مش كلها في بعض الكورسات بيبقى فيها اساينمنت او بيبقى فيها زي يعني اختبار في اخر الكورس عشان يشوف هل انت استفدت منه ولا لا بس ده قليل جدا مش كتير تمام؟ فأنا وجهة نظري لا إن أنا أكتب في السي في إن أنا مميز أو أو أنا فاهم حاجة معينة أحسن بكتير من إن أنا أحط شهادة أو سيرتيفيكيت إن أنا خدت كورس أو خدت تدريب في الحاجة دي وأنا ما مش فاهم مش فاهم فيها حاجة أو مش عارف فيها حاجة. ده وجهة نظري. يا يعني هندسة مهندس محمد حاتم إيه رأيك في مجال البيم حاليا في مصر؟ وهل ممكن أشتغل في المجال ده أول ما أتخرج ولا لأ؟ ولا لازم خبرة؟ بص هو البيم حاليا في مصر مش منتشر بس هو بينتشر بيكبر بيتوسع لا لو انت قدامك فرصة او عندك وقت ان انت تاخد كورس في الريفت خده خد كورس الريفت هيضيف لك كتير الريفت هو على فكره مش لازم تبقى فاهم تكنيكال قوي هو قصه وما فيها ان هو بدل ما انت في الاوتوكاد كنت بتعمل درافتنج بترسم خطوط ودواير والكلام ده كله لا انت بتحط الايتم بتحط سي مثلا كشاف لايتنج فيكتشر هو الريفت عارف ان ده لايتنج فيكتشر مش مجرد خطوط هو موديلنج طبعا لا لو قدامك فرصه ان انت تاخد كورس في الريفت لا خده خد كورس الريفت المكاتب مش كتير قوي في الريفت بس زي ما بقول لك هو يعتبر من ضمن السوفت سكيلز زيه زي الاوتوكاد بالظبط فلو عندك وقت ان انت تاخد كورس ريفت لا خد كورس ريفت وقوي نفسك في الريفت مهندس محمد عثمان فكره في مجال البلاستيك اصبحت بعيد عن المجال المقرر ان شغال صيانه زي ما قلت لك لو انت اشتغلت في مصنع بلاستيك هيبقى شغل زي ما قلت لك هيبقى شغل كنترول او صيانه فانت كده اشتغلت صيانه تمام آه شغل الصيانه زي ما قلت كده هو انا وجهه نظري اكثر استقرارا من شغل المقاولات اكثر استقرارا آه انا عن نفسي انا عن نفسي كمحمد محمد فرماوي انا انا بحب الشغل الصيانه مش هرتاح فيه ده انا شخصيا غير يختلف ممكن حد تاني بالنسبه له شغل الديستريبيوشن مثلا او شغل المقاولات او المكاتب السريه ما يحبوش يحب يحب ان هو يشتغل صيانه بايده حتى يعمل صيانه بايده في ناس كده وفي كده فانت حسب ما انت حابب انت حابب المجال ده كمل فيه وهتكبر فيه مش حابب المجال ده شوف 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 فرصه في المجال اللي انت حابه ما تستمرش ما تضيعش وقتك لان انت لو اشتغلت في مجال انت مش حابه مش هتكبر مش هتكبر فيه لان انت شغال في حاجه انت مش حبيبها فمش هتسعى ان انت تطور في نفسك فيها ومش هتسعى ان انت تتعلم فيها وان انت تكبر فيها فاهمني فانت الموضوع ده يرجع لك يا مهندس محمد لا شكرا على واجب يا مهندس صبحي مونس محمد ابراهيم حضرتك لو انا بقدم في شركه مقاولات وكنت واخد كورسات في كنترول انا احطها في السي في برده لا هو انت السي في بتاعك ده بيبقى سي في حاطط فيه كل حاجه انت كل الكورسات او كل التدريبات انت خدتها عموما فانت مفيش حاجه اسمها سي في هقدم بيه في شركه مقاولات هيبقى في سي في تاني لشركات الكنترول لا ده في سي في تاني لشركات البترول لا ده ش... لا طبعا هو سي في واحد بس بتحط فيه كل المعلومات بتاعتك كلها كلها سواء كانت كنترول ولا ديستريبيوشن ولا لغه ولا ولا تدريب كل حاجه بتحط كل حاجه في السي بتاعك لان انت مش هتعمل اكتر من سي في لا هو انت بتعمل سي في واحد بس بتقدم فيه في اي وظيفه تجيلك محمد عيديت هل كمهندس كهرباء هندسه لازم ابقى عارف او على درايه كامله بالاوتوكاد طبعا لو انت هتشتغل في شغل في 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 مجال الانشاءات سواء كان في مكاتب استشاريه او في شركات مقاولات لا لازم طبعا لازم تبقى عندك باك جراوند على الاوتوكاد ده من السوفت من السوفت سكيلز اللي انا قلت عليها ان انت لازم تبقى عارفها ايام الكليه اصلا مش لما تشتغل من ايام الكليه تبقى عارفها بما اني شغال في المقاولات ولا يكفيني عمل رسومات تنفيذيه وفهم الاوتوكاد من اليوتيوب عادي جدا اه طبعا في مصادر كتير جدا على اليوتيوب انا الصراحه ما عنديش مصادر يعني انا شخصيا ما اعرفش مصادر في 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 الاوتوكاد بس في الـ في الـ distribution لا اعرف مصادر كتير جدا سواء كان تصميم او 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 مقاولات وباذن الله ها بعد اللايف هحط لينك هعمل بوست كده فيه اللينكات بتاعه المصادر اللي انا شخصيا بفضلها او ان انا برشحها للناس اللي حابه تخش في المجال ده مهندس هيثم عبد العظيم الله اللهم امين واياك يا مهندس هيثم الله يبارك لك يا رب مهندس محمد تسلم يا هندسه الله يخليك اللهم امين واياك يا مهندس محمد ربنا يجازيك خير زي ما اتفقنا ان يكون معايا ريفيد هل هيكون حاجه تديني افضليه وانا بقدم الشركات المقاولات لو الشركه دي لو الشركه دي داخل هيكون داخل لها مشاريع ريفت طبعا هيبقى ليك افضليه يعني لو لو او متوقع ان يجي لها مشاريع هتشتغل ريفيد هيبقى ليك افضليه طبعا مع عن, عن اللي ما عندوش خلفيه عن الريفيد ما فيهاش كلام فده هيعتمد على الشركه اللي انت رايح لها لكن الشركه كل شغلها اوتوكاد وان هي مش حاطه في دماغها ان هي تخش اي مشروع ريفت فهل ان انت تحط ريفت من عدم هيفرق معاه؟ مش هيفرق معاه لكن هيفرق مع شركه المقاولات لو هو متوقعين او هم بالفعل واخدين مشروع شغالين بيه في ريفت شغالين بيه شغالين فيه بالريفت ساعتها طبعا هيبقى ليك انت الافضليه ما كلام فده بيعتمد على الشركه اللي انت مقدم فيها لا شكرا على وجبة منس محمد عماد باشمهندس ايه الفرق بين الشوب دروينج والريفت لان بشوفهم مطلوبين في اعلانات الشغل دايما وما عنديش فكره عن ريفت لسه طيب الريفت الريفيت هو وسيله لعمل موديلنج موديل ان انت ان انت بتعملي ال... 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 الموديل بتاعك بتحطي فيه الاوتوكاد هنقول بس الفرق ما بين الريفت والاوتوكاد الاوتوكاد هو مجرد عباره عن برنامج بنعمل فيها درافتنج درافتنج يعني بنرسم خطوط ودوائر بنعبر عن عن سي مثلا الكشاف بتاع الانور ده عن مستطيل بمستطيل ونقول ده كشاف مثلا بنعمل رمز معين كده عباره عن دوائر وخطوط ونقول ده لايتنج سويتش او مفتاح اناره بنعمل مستطيل وعلى و... مايل بالعرض كده بنقول ده الرمز بتاع لوحه اللوحه نفسها او البانل بورد هي في الاول في الاخر خطوط او دوائر ال... الريفت لا هو موديل انت بتحط Item بعينه يعني انت بتحط Item ده كشاف بيتحط ده كشاف البرنامج عارف ان ده كشاف عامله ده كيبل تري بيبقى عارف ان ده كيبل تري آه، لايتنج سويتش او سوكت هو عارف ان ده لايتنج سويتش او سوكت ف فده الفرق ما بين الريفت والاوتوكاد شغل الشوب دروينج هو شغل الرسومات التنفيذيه انت ممكن تعملي شوب دروينج على الاوتوكاد وممكن تعملي شوب دروينج على الريفت مفيش اي مشكله الشوب دروينج بيتعمل على الاثنين الديزاين ممكن يتعمل على الاوتوكاد وممكن يتعمل على... على الريفت ممكن تشتغلي الشوب دروينج او الديزاين على الريفت وتحولي الملف اللي انت اشتغلت عليه ده الاوتوكاد في الاخر خالص. عادي خالص يعني. فهو مفيش حاجه اسمها الفرق ما بين الاوتوكاد أو سوري مفيش فرق حاجه اسمها الفرق ما بين الريفت والشوب دروينج لا هو هو الفرق ما بين الريفت والاوتوكاد. الاوتوكاد درافتنج درافت رسم مجرد رسم خطوط ودوائر ورموز الريفت لا هو الموديل الايتم بيبقى الايتم محطوط هو ايه بالظبط تمام الشوب دروينج والديزاين الديزاين ده هي التصميم اللي عامله المهندس الاستشاري طبقا لطلبات المالك بيبقى مفهوش تفاصيل تنفيذيه كفايه تمام فلازم بيتعمل شوب دروينج من اللي بيعمل شوب دروينج شركة المقاولات او مهندس المكتب الفني في شركة المقاولات هو اللي بيعمل الشوب دروينج ولا برضه بعد بعد اللايف هبعت هبعت بوست كده في القنوات اللي انا برشحها للشوب دروج الكي اكس مونت سامي انا الصراحه انا يعني ما اشتغلتوش قبل كده بس في, في 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 صفح في صفحات ومواقع يعني قويه فيها جدا تقريبا في في مركز اسمه كي ان اكس زون تقريبا حتى ليه قناه على اليوتيوب كويسه جدا في قصه الكن ان اكس لكن انا شخصيا ما اشتغلتوش قبل كده طب حضرتك اي شركات الاول مخلص كليه وخلص جيش اقدم فيها لا هو مفيش حاجه اسمها شركه معينه اقدم فيها وانت خلص واي فرصه انت شايفها مناسبه ليك اقدم عليها ايا كان الشركه هي مهندس محمد نور ممكن تعريف مختصر عن عملك طيب هتكلم انا عن نفسي انا مهندس محمد فرماوي خريج هندسه حلوان دفعه 2009 شغال دلوقتي حاليا تشيف تكنيكال اوفيس انجينير في شركة حسن علام الانشاءات احد اكبر شركات الانشاءات والمقاولات في مصر والشرق الاوسط تقريبا المركز الخمسة وعشرين على العالم اتذكر شغال في مشروع مصنع تحديدا مصنع يوتن للدهانات في العاشر من رمضان يوتن تمام بس هو ده شغلي دلوقتي قبل كده اشتغلت في مكاتب استشارية عريقة زي مكتب محرم بخوم اشتغلت في وزارة الصناعة كمهندس تصميم اشتغلت مه... كمهندس اشراف على التنفيذ في مكتب دبليو اي سي جي يعني بفضل الله الحمد لله يعني اتمرمطت كتير يا مهندس محمد. أه عود عوض ايه اللي بيخلي الشركة تشتغل بالكاد ولا بالريفتي هندسة؟ الاستشاري؟ لا المالك المالك يا وشركة المقاولات نفسها. المالك وشركة المقاولات. المشروع اللي انا فيه على سبيل المثال المشروع اللي انا شغال فيه ده المالك نفسه هو طلب ان الشوب دروينج اللي يتعمل للمشروع يكون ريفت هو طلبها هو طلب كده فبالتالي المفروض شركة المقاولات هتشتغل ريفت اجباري لان المالك عايز كده ده الاختيار الاولاني الاختيار التاني بقى شركة المقاولات نفسها تقول لك بدل ما انا اجيب اشتغل اوتوكاد الاوتوكاد ده زي ما اتفقنا هو بيعبر عن خط بيبقى درافتنج خطوط ودوائر ورموز لكن هي عمليا هي مش معروفه ايه دي الايتم ده عباره عن ايه لا مش معروف بالنسبه للاوتوكاد آه تمام آه الريفت آه في قصه الكوردينيشن او قصه التنسيق افضل بكثير من الاوتوكاد يعني ميزه الريفت ان انت بتحط بتعمل الموديلنج انت بتعمل موديلنج والمهندس الميكانيكا بيعمل موديلنج مع مهندس المعماري ومهندس المدني فبيبقى الكوردينيشن احسن بكتير من الاوتوكاد تنسيق عمر ما تلاقي بقى كيبل تري داخل في في, في تكييف ولا داخل في كاميرا خرسانيه ولا الكلام ده كله لان انت من ضمن الحاجات اللي بتعملها بالريفت ان انت بتعمل حاجه اسمها كلاش ديتكشن ان انت بتتاكد ان مفيش تعارض ما بين الاقسام وبعضها ده بيبقاش موجود في الاوتوكاد موجود في الريفت فممكن شركه المقاولات تقول لك عايز عشان اريح دماغي من قصه الكوردينيشن هعمل الشوب دروينج بالريفت بدل الاوتوكاد تمام فهي حاجه من الاتنين يا اما المالك اللي بيفرض على شركه المقاولات او المكتب الاستشاري انه يشتغل ريفت يا اما الشركه او المكتب هو اللي بيشتغل ريفت عشان يريح دماغه او يبقى قصه الكوردينيشن افضل بكتير تمام افضل اماكن او مصادر تعلم منها لايت كارنت عموما بس يكون ادفانسد اعتقد دلوقتي مهندس احمد عيسى عامل شغل قوي جدا في قصه اللايت كارنت مهندس احمد عيسى ممكن تعمل سيرش عليه هو قوي جدا في قصه يعني شغال على قصه اللايت كارنت بقاله فتره ممتازه جدا يعني حد عنده سؤال تاني يا شباب هو انا ممكن يا يعني هندسه احول شوب درونج او ديزاين من كاد لريفت حضرتك قول العكس ينفع من كاد لريفت ما في ما ينفعش من ريفت لكاد ينفع عبد الرحمن هو مشروع تخرج ديستريبيوشن لازم يدخل كي اكس لا طبعا الكي ان اكس ده نظام سبيشال يعني نظام مش لازم يعني بيركب في اماكن او في ابلكيشنز او في مشاريع معينه لا مش لازم مش لازم تاخد مش لازم تشتغل كي ان اكس في المشروع بتاعك مش لازم هو على حسب المشروع نفسه هتشوف انت ينفع تشتغل كي ان ولا لا حد عنده سؤال تاني شباب آه. اخيرا وليس اخيرا اتمنى يكون اللايف كان مفيد بالنسبه لكم وكنت ان انا كنت ضيف خفيف عليكم ما كانش لايف تقيل يعني وبتمنى لكم ان شاء الله التوفيق في حياتكم عموما وباذن الله بعد اللايف انا هعمل شير للمصادر وجهه نظر الشخصيه اللي تقدر تفيدكم سواء كنتوا في الدراسه او او يعني دلوقتي اتخرجتوا بتدوروا على شغل اتمنى لكم كل خير وربنا وفقنا جميعا واشوفكم على خير باذن الله في لايف تاني قريب مع السلامه